السلام عليكم باشمهندسين، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك باشمهندس محمد، الله يعزك يا رب. ده نورك يا هندسه، الله يبارك لك يا رب، ده نورك يا هندسه. احنا طبعا واقفين المحاضره اللي فاتت على جزئيه، الله يعزك يا رب، الله يعزك. اهلا باشمهندس شيماء، اهلا بيك واهلا باشمهندس ابو بكر، اهلا يا هندسه. طبعا في شويه تظبيطات كده كنت بظبطها في الاسكيلات، ما اعرفش في حاجه كده الاسكيلات حصل فيها مشكله، ما اعرفش ليه من اخر مره من الشغل في الفايل، فانا بظبطه بس كده سريعا. تمام باشمهندس سناده، اهلا بيك. تمام، ما اعرفش ايه اللي حصل في السكيل هنا، فوجئت ان في مشكله في السكيلات. المفروض احنا مسايبين شغلنا المره اللي فاتت ومظبطينه، ما اعرفش ايه اللي حصل بصراحه، فانا بحاول اظبط الدنيا تاني كده بالراحه، اوكي، عشان بس تبقى ايه الدنيا عندنا تمام باذن الله، عشان الريندر ما نعرفش ايه نتعطل على حاجه من الحاجات دي باذن الله. طيب كده احنا تقريبا المحاضره اللي فاتت كنا واقفين على الاول، حد ليه اي سؤال يا جماعه؟ لو في اي اسئله من اي حاجه في الاول كده، لو في حاجه سريعه كده، بس اي اسئله اي حاجه نقدر نرد عليها بسرعه في الاول. انا يمكن بعت لكم على الشات الاول، لو كان في حد لسه بيسال عن اي شيء يقدر يساله بسرعه كده نجاوب عليه في الاول. لو في حد لسه استفسار، حد لسه استفسار عن اي شيء؟ طيب تمام. طبعا النهارده فوجئت بحاجه جميله قوي باشمهندس طه، تمام، عامل النهارده بعت لي كده وبقول لك شكرا انه طبق الورشه على شغله هو. طبعا دي حاجه تسعدني جدا وحاجه بصراحه بسطتني النهارده الصبح، تمام، ان في حد طبق الورشه على شغل ليه هو، والحمد لله هو يعني بعت لي المسج، ممكن على الجروب يمكن شفتوها. واتمنى ان كله يحذو نفسه الحذو، يعني انا عايز الكل يستفيد من الورشه دي بقدر الامكان ويقدر يعمل شغل، تمام، يعني هو ده اللي احنا طالبينه في الاستفاده، ان الكل يبقى ايه يطبق الكلام ده كله عشان نحس ان احنا فعلا مجهودنا او تعبنا جاب حاجه. ده الجوار عملها الباشمهندس طه، تمام، ده هو طبقها وعمل بانوهات وعمل الشغل كله والستاير حتى اللي احنا شغالين عليها، وحط ركنه وظبط الدنيا ومكتبه وارضيه باركيه، هو طبق من خلال شغله هو، تمام. فالحمد لله دي حاجه بصراحه بتسعدنا في الاخر، ان نحس ان احنا فعلا قدرنا نفيد بحاجه، وان في حد فعلا استفاد بيها وطبق الشغل بتاعه او الشغل بتاعنا من خلال شغله هو يعني. فدي حاجه تسعدني جدا يعني، واتمنى ان نتفرجنا على شغله ونتابع مع بعض باذن الله. مش عايز الجميع، احنا طبعا عملنا جروب واتساب وعملنا والجروب بتاع الفيسبوك معاكم، الهدف من كل ده كله مش مجرد ان احنا بس بنعمل جروبز خلاص، لا، احنا عايزين الفكره كلها ان يكون في تواصل بعد كده، في اي مشكله في اي حاجه يا ريت تتابعني بعد كده، يعني انت معاك الجروب هنا ومعاك الجروب هنا، في اي شيء تابعني على طول باذن الله، واحنا معاك لو في اي حاجه احتاجتها في اي وقت. تمام كده يا باشمهندسين، اتمنى ذلك يعني من الجميع ان هم يتابعونا لو في عندهم اي مشكله في اي شيء. طيب تعالوا بقى، النهارده احنا كنا واقفين على جزئيه البلوكات، صح؟ اخر حاجه اللي احنا كنا واقفين على، اي سوري، الماتيريال، اسف، البلوكات والمشروع بتاعنا. طيب احنا كنا واقفين المحاضره اللي فاتت زي ما قلنا على الماتيريال، وكنا اخترنا كده كام حاجه. قلنا عندنا ماتيريال للحوائط، وكان اعتقد باشمهندسه ايمان موجوده معانا اهي، اختارت الفانيلا لاتيه لون كان الحوائط، تمام، وقلنا الارضيه انتوا عايزين تعملوها بورسلين، تمام، بحيث ان احنا طبعا ما ينفعش نعملها جرانيت او ماربل، نظرا لان طبعا جرانيت او ماربل بيبقى كلاسيك صريح، ماشي. و حددنا ايه تاني؟ قلنا الحوائط خلاص اخترنا لونها والسقف والارضيات، اعتقد هم دول الجزئيات اللي احنا كنا متكلمين عليها. طيب الفانيلا التي يمكن حتى كان في شغل كده من احد الزملاء كان معمول فيه شغل برضه، ده واقعي، ده شغل من موقع اهو، ده كان اللون تقريبا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، صحيح كده باشمهندس ايمان ولا احنا خلفنا في حاجه؟ باشمهندس ايمان، تمام، اه بالظبط. بس هنا بقى في تريك هو عاملها حلو قوي، يعني انا عجبتني الشوت بتاعه، ان هو خد السقف، طبعا هو كلها خدها كلون واحد، طبعا احنا عايزين نخلي السقف ابيض مش عايزين دي نفس اللون، لكن التريك اللي عملها او التريكات اللي هو عملها، اول حاجه ان هو ادى الكورنيش لمعه، تمام، يعني هو خلى الحيطان ده اللي هو المط اللي هو بدون لمعه او المطفي خلاص، وخلى الكورنيش عشان تظهر راح مديها نص لمع او لمعه، تمام، بحيث ان الكورنيش تتميز او تظهر معاه في شوت بشكل اقوى، او مش الشط يعني، هو ده طبعا ده شغل من تطبيق عملي يعني، تمام، ده تطبيق عملي في شقه بالظبط متشطبه، وده شغل نقاش فعلا واقعي يعني.
وجينا برضو في الحيطه، ما اعرفش انتوا واخدين بالكم ولا لا، عمل هنا زي ترخيم، تمام، ما خلاهاش لون كده صريح وسوليد، لا هو عملها زي نظام ترخيم خلاص في جنب واحد فقط، يعني هو برضه ما حب ان ايه يمسك العصريه من النص. طبعا ده فكر صنايعي، لما يكون صنايعي دماغه حلوه وبيحب يفكر معاك فهو عمل الجزئيه دي. فانا عجبتني الصوره فانا نزلتها عشان اوريها لكم خلاص للعرض والاستفاده يعني، تمام، ده الهدف من ان احنا بنعرض عليكم الشغل ده. اوكي طيب دلوقتي احنا عايزين نجيب اللون بتاع الفانيلا لاتيه، ماشي. الاول عندنا كده خلاص 3 ماتيريال، هنخش نعمل الماتيريال بتاعتنا. الناس لسه بتدخل، انا بحاول انا ايه على ما الناس بس كلها تتجمع عشان ما حدش يفوتوا حاجه. دلوقتي احنا عايزين نحط الماتيريال بتاعتنا، فهنخش على الماتيريال اديتور زي ما انتم شايفين كده. اوكي ادي الماتيريالز بتاعتي اللي انا شغال عليها. عندي كام ماتيريالز هنا؟ عندي 3 ماتيريالز. اوكي هفتح اسحب كده، تمام كده يا باشمهندسين، سحبت كده الماتيريال اهي معايا ولا لا؟ باشمهندسين سامعني؟ تمام. باخد ماتيريال 2 3، ادي 3 ماتيريال اللي انا عايز اشتغل عليهم. اوكي باشمهندس بكر، انهي اللي منين دي بالظبط؟ الماتيريال نفسها، الماتيريال ويندو. باشمهندس بكر بص يا باشمهندس، انا عندي الماتيريال اديتور اهو فوق اهي، شايفها فوق دي كده اهي، تمام ماشي اهو الماتيريال اللي انت شايفها فوق كده. في نوعين منها، في الكومباكت وفي السليت، انا بشتغل على السليت اللي هي دي نافذه السليت، بتبقى افضل بصراحه، بشوف انها قدامي كده بقدر اشتغل براحتي احسن من الايه الكومباكت. اوكي واضح كده يا باشمهندس ابو بكر؟ اوكي هندسه تمام. اوكي نزلت 3 في ري ماتيريال اهم خلاص، ادي اول واحده هبتدي اشتغل عليها، دبل كليك كده عليها وابتدي تظهر عندي الايه الكوماند او الايه التولز بتاعتها، وهنا طبعا بعد عملت تكبير ليها. طيب اول ماتيريالز دي هخليها للسقف، جيبسون بورد والسقف عندي، فهاجي مثلا كده اقوم جاي هنا فوق كده واقول له مثلا ده الايه اللي هو السيلينج، تمام، عشان ابقى عارف ان دي السيلينج. سوري عفوا بكتب عربي. سيلينج اوكي، يبقى ده السيلينج، هتلاقي الاسم اتغير عندك فوق اهو سيلينج. اوكي عندي هنا هيبقى لونه ايه؟ السيلينج عندي طبعا قلنا لونه ابيض، فباجي على الديفيوز هنا بقول له بعد اذن حضرتك انا محتاج اللون الابيض، باخد الابيض الصريح خلاص، باخد الابيض الصريح اهو باين عندي قوي، واقول له ايه اوكي خلاص ده لون ابيض. طيب معلش عفوا سامحوني، الواحد مش عارف يعني عمال يكح لي كده، طبعا اجهاد وتعب طول النهار فبيجي حل علينا بقى في الوقت اللي احنا بنبقى فيه ده. طيب هنا بقى بالنسبه للانعكاس او الشفافيه، هل انت مثلا محتاج ان السقف يكون شفاف؟ طبعا الكلام ده عندنا غير صحيح، السقف مش عندنا حاجه اسمها سقف شفاف، تمام. طب انت محتاج ان السقف يكون فيه لمعه، تمام، طبعا ما عندناش سقف فيه لمعه، السقف طبعا بيبقى لون مط او مطفي، فانا فقط انا بحط فقط عندي الايه اللون بتاعي فقط بتاع الايه السيلينج فقط لا غير. طيب نيجي على اللي بعد منه، خلاص كده احنا اتفقنا على الكالر بتاعي. اللي بعد منه تعالى مثلا ده هيبقى لون الحوائط، انت عايز لون الحوائط ولا ده مثلا وول، تمام. احنا خلاص الحاجات دي المفروض متفقين عليها من المحاضره اللي فاتت، ان احنا متفقين على ماتيريال كذا وكذا وكذا، فانت عارف ايه اللي موجود عندك فبعملهم كلهم مره واحده. في بعض الناس يقول لك طب اعمل ماتيريال، لا مش طالب الموضوع ما دام انا بالنسبه لي خلاص مرتب وانا عارف انا عايز اعمل ايه. طب الفانيلا اللي تيجي بقى، انت سعادتك عايز تعرف درجه اللون بتاعتها، تمام، فانت عندك هنا طريقتين ماشي. الطريقه انك تدخل بالريد والجرين والبلو اللي هو الار جي بي، تمام، خلاص الار جي بي كلر اهم ريد وجرين وبلو، لازم تعرف الدرجات بتاعتك دي وتبتدي تتكلم عليها، او انك تعمل بيكنج لصوره من الصور. يعني ممكن مثلا الصوره اللي كنت لسه فاتحها من شويه كده خلاص، هجيب مثلا الصوره فين احنا كنا فاتحينها اهي، اوكي، واروح كده بالقطاره دي بيكنج كده واختار اللون، يعني بيك دي كده اختار اللون بتاعي من هنا، هديك اللون اهو شايفه كده، ادي درجه اللون اهي ماشي. تاني اهو بيكنج كده على الصوره، اي جزء في الصوره كده كليك مثلا هو مديك درجه اللون اهي، تمام، واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب مثلا ما عنديش صوره وما اعرفش، طب انا عايز اجيب درجه اللون اعمل ايه؟ اهو اداك اللون عندك اهو. يبقى في الحاله دي سعادتك هتخش كده على الانترنت وتقول له بعد اذن حضرتك انا عايز، تمام خلاص، الفانيلا لاتيه كلر اهو، فانيلا لاتيه ايه كلر شايفينها، تمام، انت عايز تجيب الفانيلا لاتيه اي لون انت عايزه، هتقدر ايه
تمام نجيبها ازاي؟ باشمهندسة إيمان بتسألني سؤال، بتقول لي لو حبيت أشغلنا أي شاشة يا باشمهندس؟ أنا شاشة بالظبط يا باشمهندس إيمان؟ أي شاشة عموما، تصغير من هنا أهو، شايفها اللي هو الخط اللي صغير ده؟ لا هي كده لوحدها ما بتصغرش، هي دي كده ظاهرة كده تمام، هي كده لوحدها لما بصغر كده بتفضل معايا زي ما أنا عايز أهو، بتفضل معايا كده الكالر بتاعي بيفضل موجود عندي، ما عنديش مشكلة في الماتيريال بتاعتي تمام هندسة؟ أوكي بس بنشتغل عليه اهو، بيفضل معايا كده اوكي. بتفضل لوحدها، بتفضل لوحدها ماشي. طيب قلنا الحل التاني، انا بخش بقى على الانترنت عادي سهل جدا، واقدر اخش بقول بعد اذنك وريني الصور بتاع الفانيلا لاتيه واشوف درجات الالوان بتاعتها. هو مثلا كده لو بصيت على الدرجه دي مثلا، لو انا عايز الدرجه دي هيروح مديك الاختيارات بتاعته في بنظام الهكسي ديسيمال عشان شغل الانترنت والويب ديزاين والكلام ده كله، فيها هو الايه الريد والجرين والبلو، الثلاث درجات دول شايفينهم، الثلاث درجات اللي انا عايزهم دول اللي هم عندي في النافذه اللي انا بتكلم عليها خلاص، اللي هم الريد والجرين والبلو اللي هم الثلاث ارقام دول. طب تعالى نجرب الثلاث ارقام كده اللي هو كاتبهم لي هنا في النافذه، قال لك 241 231 216. طب نصغر دي كده شويه عشان نحاول نشوف الاثنين مع بعض تمام. نقول له 241 231 تمام، 241 231 و216 تمام اوكي، اداني نفس الدرجه اهو اللي هي الفانيلا لاتي اللي هو واحده ثانيه كده زي ما انتم شايفين كده، الدرجه اللي انتم شايفينها عندكم دي. واضح كده يا باشمهندسين لو حد عنده مشكله؟ طبعا ده الفانيلا لاتي الفاتح، الثاني كان غامق لان طبعا كان الصوره فرق الاضاءه بتاعتنا، فالدرجات اللي هو كاتبها لنا دي كده اللي هي درجه الفانيلا لاتي دي خلاص اوكي. واضح كده كده مشكله تمام خلاص، فده الفانيلا لاتي ده دي درجه. طبعا في درجات تانية اغمق وافتح بقى لان طبعا الفاتوره بتختلف من درجه للتانية، فعندكم الطريقه اللي تعجبكم، عايزين الطريقه الاولانيه اللون الاولاني ماشي، عايزين اللون ده ماشي براحتكم زي ما انتم عايزين. فانا سهل جدا جدا ان انا اجيب الدرجه اللي انا محتاجها من الانترنت، مش محتاج من حضرتك ان انت تبذل مجهود كبير قوي تمام. او الطريقه اللي احنا قلناها لو انت عندك صوره وعجبك فيها لون تقدر تعمله بيكنج زي ما عملنا كده، نختار اللون اللي احنا عايزينه. مش عارف حاسس ان اللون ده فاتح قوي، اعتقد ان اللون بتاع الصوره الاولانيه كان افضل تمام، يعني ده مجرد راي طبعا، ايه مش عايز ان انا مش بفرض عليكم راي معين، بس انا حاسس ان اللون الاولاني كان افضل شويه تمام او اغمق سنه، انما ده لايت قوي تمام. فممكن اخد برده بالبيكنج اللون كده، هاخد بيك واختار اللون من الصوره كده زي ما انتم شايفين اللون بتاعي اهو، نجيب الصوره بس كده شويه والبيك اهو خلاص، ونختار اللون مثلا هنا الجزئيه دي كده، فاداني لون اغمق شويه اعتقد افضل من الفاتح قوي خلاص تمام كده يا باشمهندسين اوكي. واقول له هنا ايه اوكي خلاص انا اخترت اللون بتاعي اللي هو ده. طيب هنا بقى في نقطه، سعادتك انت حابب اللون يكون برضو مط ولا في لمعه؟ هنا بقى دي نقطه حاجه ترجع لك، هنا ده لون حوائط، خد بالك انا بتكلم في حوائط ماشي، انت محتاج الحيطه تكون مطفيه بدون لمعه ولا نص لمعه ولا لمعه كامله. هنا بقى في الفينش بتاعك سعادتك بتشتغل عليه ازاي، انت سعادتك محتاج ايه الموضوع، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بص على الصوره دي هتبين لك الفرق. الفرق دلوقتي ان انا عندي الحيطه اللي فوق دي ما فيهاش لمعه صح، هنا في لمعه اهي شايفها، لمعه الايه الجزء ده كده ماشي، يبقى ده في هنا لامع خلاص وهنا ما فيش لمعه عندي فوق، فانت حابب تكون الحيطه بتاعتك فيها لمعه ولا ما فيهاش لمعه ولا نص لمعه؟ ها تحبوا نعمل الماتيريالز بتاعتنا ازاي؟ يا باشمهندسين بدون لمعه مطفي اوكي، اللي هو بنسميه المط اوكي ماشي خلاص، يبقى خليه زي ما هو كده، مش هنضيف عليه اي لمعات خالص نهائي تمام، يبقى كده ما عنديش لمعه ولا عندي شفافيه، يبقى عندي اللون بتاعي خلاص ده ساده للحوائط تمام اوكي. في بقى ممكن تلعب لعبه ثانيه خالص انت ممكن نعملها، انك ممكن تحط البانو لون افتح من، انا ممكن احط اللون الفاتح اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه للبانو والحيطه تبقى لون غامق، او عايز تخليها كلها لون واحد براحتك زي ما انت عايز تمام خلاص. فهمنا كده يا باشمهندسين اوكي. طيب يبقى انا ممكن ايه اضيف، يعني تحبوا نضيف لون تاني كده للجزئيه بتاعت البانوهات، نخلي لون فاتح باشمهندس صلاح، احنا بنضيف بس اللمعه من هنا ريفلكت، بنضيف له بس جزئيه اللمعه زي ما انت عايز، نضيف نص لمعه او لمعه حاجه بسيطه قوي يعني تمام، بنضيف له بس فقط ايه نص لمعه من هنا تمام، بنقدر ايه نزود اللمعان بتاعه زي ما احنا عايزين. طيب نخلي ماشي، طيب هاخد ده كده
كوبي للوول، بس ده مش هخليه وول بقى، خد نفس اللون ده كده، واقول لك ده هيبقى بانو خلاص تمام، واقول له مثلا نفس اللون ده كده بس هفتحه سنه، يعني هنزل بيه تفتيحه كده سنه نفس درجه لون تقريبا، ده اللون اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ممكن نفتح كمان سنه بسيطه تمام كده اهو، افتح اوبن كده، فرق طبعا لونين زي ما انت شايف، يبقى ده البانو وده الايه الحيطه بتاعتنا، فباين فرق اللونين مع بعض اهو. اوكي عايز تعرف الدرجه بتعرفها من ايه؟ من الريد والجرين والبلو اهم، الثلاث قيم اللي هم فوق دول زي ما احنا قلنا، تقدر تسجل ليه الكلام ده كله عشان ساعتك لو حبيت تنفذ على الواقع وحبيت تجيب درجه الدهانات دي بالظبط، تقدر تاخد الار اللي هو الريد والجرين والبلو تروح بيه اي مركز بويات هيجيب لك نفس الدرجه بالظبط. خد بالك من الكلام اللي بقوله ده كويس قوي، عشان ساعتك في التنفيذ ما تجيش تحتاس ومش عارف تجيب اللون بتاعك ازاي، لا الريد والجرين والبلو زي ما احنا شفنا كده، اي ماتيريال او اي لون بتلاقي ريد وجرين وبلو ليه الثلاث درجات بتوعه دول تمام، تقدر تروح اي مركز بويات تقول له بعد اذنك انا عايز درجه اللون دي، هيخلطها لك طبعا كمبيوتر، تقدر توصل لايه للتنفيذ الفعلي طبقا للتصميم اللي انت حضرتك عملته. طيب ده كده الحيطان وده عمل البانوهات وادي الايه الاسقف بتاعتنا ماشي اوكي حلو جدا. ده كده حتى الان نقف بقى على موضوع الايه الارضيات دلوقتي، لان الارضيات ليها طريقه ثانيه خالص. طيب تعالى بقى نبتدي نضيف الحاجات دي كلها. طيب انا محتاج اعمل ايه هنا دلوقتي؟ مبدئيا انا محتاج دلوقتي مثلا زي السقف والحوائط تمام، او جبسون بورد الاول. طب تعالى كده نجيب الايه، نختارهم من هنا كده، ادي الجزء بتاع الكورنيش بتاعتنا او الفورم خلاص، وعايزين الجزء بتاع الجبسون بورد الثاني، عايزين نختاره كده بالراحه بسم الله، اعتقد هو ده، وفي كورنيش ثاني عليه برده تقريبا هي دي. في كرانيش داخليه مش باينه معايا هنا قوي، طب انا ممكن اجيبها من هنا. كرانيش الداخليه فين؟ مش باينه ليه؟ ماشي خلاص اوكي، ده كده الكرانيش بتاعتنا، هاجي كده على الماتيريال بتاعتي اهي واقول له كده ايه اساين تو سيلكشن، يبقى ده جزء ليه الكرانيش بتاعتي اللي انا نزلت عليها، او هتلاقي اللون حتى بقى ابيض زي ما نشوف. بالتالي احنا كنا عاملين كرانيش جوه بره صح؟ اي ثينك ذلك يعني مش باينه ليه؟ ممكن ابص كده بسرعه اشوف يمكن حاجه مقفوله وانا مش واخد بالي، اعتقد ان كله ظاهر يعني مفيش عندنا حاجه مقفوله. انا فاكر احنا كنا عاملين كرانيش جوه وبره اعتقد ذلك. طبعا ده كده خلاص هيبقى ايه الساين كده ماتيريال خلاص اوكي تمام. المفروض ان احنا كده خلاص الماتيريال بتاعتنا، وهي باين طبعا الايه اللون الابيض بدا يبان عندي هنا انعكاسا فيه الغرفه عندي ماشي. طيب النقطه الثانيه بقى الحوائط، تعالى على الحيطه من هنا، ممكن اختار الحيطه من هنا كده خلاص زي ما احنا، او من اي جانب من اي فيو انت يعجبك اختار الحيطه بتاعتك، ولا مثلا الحوائط بتاعتي اهي تمام، ولا مثلا الله انا عايز الحوائط بتاعت الخارجيه اللي هي الحوائط دي كده تمام، متاكد ان اختار الحوائط واجي على لون الحيطه اقول له كده اساين تو سيلكشن ماتيريال تمام، هتلاقي اللون عندك بدا ايه ياخد الماتيريال بتاعته. واحد يقول لي باشمهندس ما هو كان زي مثلا ده البانو ده كده، البانو ده واخد لون اهو تمام في الموديفاي بتاعك، يقول لك لا اللون اللي انت شايفه حضرتك ده، ده مش لون او ده مش خامه يعني، ده مجرد فقط للتمييز بتاعنا تمام. فالبانوهات دي كلها اللي احنا عاملينها عايزين نختار البانو كل ده، مجموعه البانوهات كلها ماشي، كل البانوهات دي كلها كده اللي احنا عاملينها خلاص من هنا كده اسرع على طول، واقول له بعد اذن حضرتك اديله اللون اللي فاتح اللي هو اساين تو سيلكشن ماتيريال اوكي. طب انا كده اديت الالوان دي كلها، انا ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل تيست ريندر كده سريع، ابص على الخامات، اقفل بقى طبعا كل البلوكات دي تمام، وابص فقط على الخامات بتاعتي بسرعه كده، اختار بقى كل ده كده تمام، والترابيزه والكراسي والكلام ده كله والنجف عشان بس ما اضيعش وقت، لان هرندر طبعا ب ماتيريال خلاص. كل ده اقول له كده هايد سيلكشن اخفيه، محتاج ايه تاني؟ اختفي الزرع برضو عشان بس الحاجات اللي هتاخد مني وقت في الريندر بحاول ان انا اخفيها دلوقتي عشان ما تضيعليش وقت ومجهود، برضو اقول له كده ايه هايد سيلكشن، في حاجه المكتب دي طقم المكتب ده برضو هايد سيلكشن. طيب في حاجه ثانيه محتاجه مننا ما تظهرش، ممكن ماشي الستائر مش مشكله خلاص. نيجي بقى نبص هنا كده على الريندر بتاعنا تمام. طيب هنيجي هنا كده ايه ناخد الكاميرا بتاعتنا مثلا، اي كاميرا مثلا صالون او ركنه او اي حاجه اي شوت كده، وابتدي ابص على المشهد بتاعي عامل ازاي بالماتيريال اللي انا عملته، واجي اعمل كده اقول لك بقى هات لي الريندر نسبه الريندر كده بسرعه
بسم الله، نحط له كده الايه الاكسبوجر، نتاكد ان هو شغال تمام، وبعدين نحط عندك الريندر سيت اب. طبعا هشيل بقى كل الايه الرمادي اللي كنت بعمله قبل كده تمام، فهلغي الاوفر رايد ماتيريال، وهنا 800 في 600 معقول. هنا طبعا مقللين، طبعا احنا ايه كل الاعداد دي احنا عاملينها قبل كده وفيري لو، يعني شايلين حاجات قليله قوي تمام. ده بس ايه للتست ريندر. ارجع اقول بعد كده بعد اذنك اعمل لي ايه ريندر لو سمحت، وابص كده معاك واشوف الحوائط والالوان اللي احنا ضفناها يا ترى شكلها عامل ازاي. هناخد بس كده ايه اللي هم الدقائق بتوع الريندر معاه كده ثواني لحد ما يخلص. بسم الله. اتمنى يكون موضوع الماتيريال الموضوع سهل وبسيط. في بعض الناس طبعا بيحسوا ان موضوع الماتيريال الموضوع معقد جدا، لان الموضوع بعد النهارده ابسط على الاقل. حتى لو عرفت الاساسيات بتاعتك اللي ممكن تظبطها في الاول، هتقدر تعمل ماتيريال بشكل كويس، تقدر تنتج شغل معقول تمام، لكن فقط ان انت محتاج تعرف الاساسيات بتاعتك. طب احنا ما زلنا منتظرين موضوع الريندر، ما اعرفش ليه طول قوي كده. طيب في حد بيسأل كده، اختار الجدار بس نعمل لاين على اللون اللي اخترناها، ممكن توضحها مرة تانية على سريع. اختيار الجدار بس ونعمل اللاين على اللون، يعني ايه مش عارف اللاين على اللون اللي اخترناها، ممكن توضحها مرة تانية؟ اه يعني ازاي اضيف اللون للجدار يعني. تمام قفل بس كده عشان المفروض اخد كله، ما يبقاش واخد جزء معين. اه هنا طبعا في مشكلة، هنا طبعا بدأ يظهر عندي اللون اهو، بس طبعا للاسف في معرفش ايه الحته اللي احنا كنا عاملينها دي، فانا هعمل كده ستوب معلش واعيدها تاني. حاضر باشمهندس محمد، حاضر. هنعيد تاني ازاي بضيف اللون او ماتيريال للجزئيه دي؟ حاضر الحوائط تمام، حاضر عيني. اشوف بس كده اعمل رندر تاني معلش عشان نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. بسم الله. يا ريت هو في حد منكم طبق يعني في الباشمهندس طه طبعا النهارده بعت لي الحاجه، يا ريت في حد من اللي شغالين حاول يطبق الورشه دي في البيت تمام، يقدر يبعت لنا شغل ونشوف الواحد حتى يحس ان الناس مستفيده فعلا، يكون في نتيجه ولا محدش مهتم ومحدش مطبق ايه يعني. الفكره طبعا بتبقى حاجه يعني انا مستوى شخصي انا بتسعدني طبعا، انا احس ان استفاده بشكل كويس. فمش عارف في حد يطبق تاني ولا لا، ويا ريت اللي طبق حاجه زي كده يبعت لي على الجروب يعني على الواتساب، حسسني برضو ان في نتيجه للتعب والمجهود يعني. بدات تظهر عندنا الالوان اهي تمام، بدات تظهر عندنا الالوان. ممكن نكبر الويندو كده شويه. مش مهندسة بالنسبة انهي قرص، القرص بتاعنا ولا القرص اللي فات ولا الورشة دي؟ مش مهندسة ايمان، القرص اللي فات اللي احنا كنا ولا بنتكلم في الورشة دي؟ ما قلتليش ليه؟ طيب ما بعتليش ليه او ما قلتليش ليه في مشكلة في الإضاءة ليه؟ تمام باشمهندس ابو بكر، اتمنى بقى اشوف حاجة قوية كده باشمهندس ابو بكر، انا منتظر منك اشوف نتيجة كويسه. ده فكرتك واحنا ماشيين وراك يعني تمام، فاتمنى كده. اهو تعرفت يا باشمهندس ايمان اهو كل طرق التواصل معاك، سواء على الواتساب على انت مش معايا، انت معايا على الجروب الماسنجر سوري الجروب الفيسبوك صح؟ طيب على العموم طيب على الفيسبوك عادي تواصل معايا عادي، لو في اي حاجه كلميني في اي وقت يا باشمهندس ايمان، اي حاجة تحت امرك يعني. مش مهندس بكر بيقول لي في الاتاتش والسويت، انت سالتني في موضوع الاتاتش والسويت ده قبل كده، وكان في نقاش عليه في على 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 الجروب في الواتساب تمام. اتمنى تكون الدنيا وضحت معاك. طبعا هنا واضح ان الستارة طايرة من الارض اهي، دي فيها مشكلة
تمام اوكي ماشي يا باشمهندس ابو بكر، استنى اشوف باشمهندس ايمن. طبعا يا جماعه لو في اي سؤال في اي حاجه على الجروب الواتس او على الفيسبوك انا معاكم في اي وقت. تمام اي وقت اهلا بيكم. تمام باشمهندس هشام، ما احنا لسه هنشوف بقى احنا هنغير دي هتبقى زي هتبقى نفس اللون ده ولا هنغير اللي عند الصالون بس، فاهمني؟ يعني ممكن دي تفضل زي ما هي لونها مثلا بني لو ماشيه مع الركنه، والتانيه مثلا ممكن نغيرها عشان الايه الصالون، يعني ممكن نغير حاجه ونسيب الباقي يعني. طبعا انا شايف ان البني دي كويسه. طبعا هنا لما عدلنا الستاير دي طارت لفوق كده شويه، سهل طبعا اعدلها. بس انتوا ايه رايكم في اللون والبانوهات؟ اظن اللون الفاتح اظهر البانوهات شويه. ممكن نعكس، ممكن نخلي البانو هو اللي غامق والحيطه هي اللي فاتحه. طبعا الكلام ده برضو يرجع لكم انتوا. صحيح احنا نسينا نعمل برضو وزره في الارض، صحيح. تمام سهله تتعمل، سهله تتعمل مش مشكله، سهله ان شاء الله تتعمل. تمام فانتوا ايه رايكم يا باشمهندسين؟ اللون كده كويس ولا نعكس اللونين ما بين الحيطه وما بين البانوهات؟ ايه رايكم؟ باشمهندس انا ده بتقولي كده كويس، ماشي. حد ليه راي تاني؟ حد اقترح لنا اي حاجه؟ باشمهندسة شيماء برضو بتقولي كده كويس، ماشي اوكي. لسه هنشوف باشمهندس ايمن لما نعرض بقى نعكس ونغمقها للبانو. باشمهندس محمد بولي نعكس لون العفش، احنا ممكن نشوف هنا من الفرش ممكن نعرف منه يعني، ممكن نعرف كده. ماشي باشمهندس محمد بيقول لي كده كويس، ماشي اوكي ما عنديش مشكله. تمام ماشي باشمهندس ايمن اوكي تمام. طيب كده تقريبا احنا يعني استقرينا على اللون، مفيش عندنا اي مشاكل الحمد لله. يمكن اعتقد ان جزء الاضاءه اللي فوق ده عالي قوي محتاج يقل شويه، اللي هو بيوت النور اعتقد ذلك محتاج يقل مننا شويه بيوت النور. ما انا لسه بتكلم اهو فيها باشمهندسه شيماء، عاليه قوي محتاجه تتظبط سنه. تمام والستاره اللي طايره في السماء دي عايز تنزل، والوزره اللي احنا عايزين نعملها تحت برضو دي محتاجه مننا نبص عليها شويه عشان نعمل لها الجزء النعله او الوزره اللي في الارض عندنا تحت. طيب مبدئيا احنا همنا كله في اللون، الدنيا تمام خلاص، يبقى نعمل ستوب مش لازم نضيع وقت اكتر من كده. طبعا وقتنا اصلا ضيق لوحده خلاص لان في عندنا حاجات تانيه في الماتيريال. فاعتقد كده الدنيا بدات توضح بالنسبه لنا في جزئيه الايه الماتيريال. طيب نيجي بقى للستاره دي تمام اللي عندها فيها مشكله دي. تعالى بقى كده يا باشمهندس الستاره دي عايزين نعملها ايه زي ما كنا بنعمل كده ونعمله ايه؟ الله ينعل الارضيه، ادي اول مشكله نحلها باذن الله. تمام اوكي خلاص تمام، ادي حلينا مشكله الايه الستاره عندنا. اعتقد اتمنى ما اكونش نازله قوي من فوق. في مشكله بقى في الستاره دي ان طبعا السكيل بتاعها مش مظبوط. طيب ناخد الستاره دي مع الجزء اللي فوق كده، ما اعرفش ايه اللي حصل في الفايل ده بصراحه. تمام لكن هنحاول نظبطه باذن الله. تمام الستاره دي طبعا قصرت قوي، هنيجي بقى نعمل لها كده سكيل ماشي ونكبرها لفوق شويه. اوه سوري احنا خدنا الحيطه وكله مع بعضه. عايزين بس الستاره فقط لا غير. تمام ونكبرها كده في الليفل بتاعها كده اهو، مش قوي كده. احنا عايزين برضو تبقى ايه ماسكين العصايه من النص، ونحاول نظبطها برضو كده، نعمل اند ايزوليت ونعمل لها الاين تاني على الارضيه عشان تعلى عن الارض. اوكي بنحاول نظبط معانا الايه اهو، اعتقد كده معقوله. تمام كده ظبطت اهي تحت الكورنيش خلاص، كده الدنيا معانا تمام الحمد لله، حلينا المشكله بتاعت دي. تمام اضاءه بقى المش برضو عاليه قوي، نقللها شويه خلاص. نقدر ناخد دي الاضاءه بتاعتنا نقللها، نقول والله مثلا الاضاءه دي كام؟ هي 300 اساسا الاضاءه بتاعتنا ماشي، فاعتقد 300 ماشي نخليها مثلا سي حوالي 200 ولا حاجه، يعني نقللها التلت مثلا كده ماشي اوكي. ونشوف بعد كده الاضاءه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. طيب كي ايه تاني ملاحظات؟ احنا قلنا فاضل لنا برضو ايه الوزره. مش مهندس محمد كان سالني سؤال قال لي ازاي بنختار الحيطه ونضيف عليها الماتيريال. تمام ادي الحيطه يا باشمهندس محمد، احنا عملناها سيلكشن، سوري عفوا ده الكرانيش. اخد الحيطه اللي هي باللون اللي هو اللي عندي الاخضر ده تحت كده، الحيطه الخارجيه كده اهي
تمام، دي الحوائط بتاعتي، او بعملها سيلكشن من جوه المشروع هنا، ممكن ادوس على الحيطه كده سيلكشن عادي من هنا تمام، وعملتها ايزوليت كده اوكي تمام. عشان اضيف لها الماتيريال بقى، احنا عندنا الماتيريال فين اهي، باجي كده على الماتيريال بتاعي اخترت الحيطه خلاص، وخلاص عملت لها سيلكشن وكليك يمين وابتدي اقول له ايه اساين تو سيلكشن، خلاص يبقى كده نزلت الماتيريال بتاعتي. معايا كده يا باشمهندس محمد؟ تمام اوكي هندسه، تمام يا هندسه. طب طبعا الماتيريال بخليها قدام اللينس، عندي ماتيريال كتيره يعني. عندي بقى الجزء بتاع النعله اللي تحت، ماشي هشتغل عليه بقى شويه كده تمام. عندك بقى ايه، ممكن اخد كده لاين من هنا ماشي. طبعا ده لازم اعمل لنا لاين، مش هينفع ان انا اشتغل بيه كده، هقول له بعد اذن حضرتك خليني انا على ليفل 2 تمام، والسناب بتاعي الجميل على الاند بوينت جميل جدا تمام. وابتدي اخد بقى النعله بتاعتي من هنا من حدود الباب تمام، فهمنا؟ ها ما تخش بقى تقطع الباب، النعله مش هتقطع الباب. ها واضح الكلام ده ولا في مشكله؟ تمام اهو، واطلع كده شباك بقى خلاص عادي معايا شغال، وهنا كده لحد حدود الباب دي كده اهي تمام. ادي اول ايه جزئيه عندي ماشي، خلاص ادي اول ايه لاين للجزئيه دي. طب هعمل لاين تاني هنا برضو اهو كده، الجزء التاني اهو شباك عادي كده لحد اخر الحيطه اهو، وهنا كده اهي، واطلع كده بمشي على الحدود دي كده كلها بتاعتي بالظبط، كاني بشف يعني، ما بعملش حاجه ايه صعبه ولا حاجه مستحيله يعني، ده بس مجرد خطوط كده وخلاص، وامشي لحد اول باب الشقه وشكرا خلاص كده. طب عايز اضيف برضه الجزء ده لو باين معاك حاجه، ما عنديش مشكله برضه، ممكن اخد الجزء ده كده، بس طبعا هنا في باب وهنا باب، فالجزء إيه الجزء هنا صغير عندي بالنسبه لي تمام اهو، ده باب طبعا مش عامل فيه حاجه، وين الحته الصغيره دي برضو، احنا عاملين ده باب ولا سايبينه مقفوله ولا ايه مش عارف. شو سامن تقول لي الحته اللي جنب باب البلكونه اللي كانت هيدن انهي يا باشمهندس؟ عن الحته اللي كانت جنب باب البلكونه دي، اه الحته دي هيدن صحيح تمام، اه صح صح تمام، اخدت بالي منها دلوقتي هندسه. طيب نبتدي نمسك كده لاين لاين تمام، ما هي الحته دي، الحته دي اللي كانت هيدن، الحته الصغيره اللي جوه دي تمام، هي دي هنا مفيش، ما هي دي اللي جنب البلكونه بس هي دي تمام اوكي. طيب ده اللاينز بتاعتنا خلاص اوكي، ونبتدي نشتغل عليه ونشوف الفيرتكس بتاعته او النقاط بتاعته. طبعا كل النقاط بتاعتي تهمني انها تكون كورنرد، وبعدين انا محتاج ان انا اضيف بقى نقاط عشان اعدل المشكله اللي حصلت عندي دي، لان المفروض المشكله ان النقطه دي تمام تكون مكانها فين هنا تمام خلاص. المفروض انا اقول له بقى ايه، عايز اعمل انسرت تاني النقطه الثانيه مثلا كده اهي كده، وامشي كده خلاص، يبقى كده ظبطت الايه الخط بتاعي او اللاين بتاعي ده كده تمام. يبقى ده الخط اهو اللي انا بتكلم فيه، اللي هو الايه اللاين كله مع بعض. طب اللاين بتاعي ده انا محتاج اعمل له ايه تمام، اروح ادي له سويب. باشمهندس ايه ابو بكر كان عنده مشكله في سويب تمام، هو بياخد هنا زاويه مع نفسه كده تمام، اللي هي الجزء بتاع دي اللي ده كنت بتكلم فيه باشمهندس ابو بكر لو كان عندك مشكله فيه. هنا بيقول لك فيه يوز بيلت ان سيكشن، المفروض انا بقول له كاستم سيكشن لو انا عندي سيكشن جاهز بره ماشي، وكاستم بعد كده اقول له ايه بيك خد السيكشن اللي انا عايزه. طبعا انا هنا مش محتاج ان اعمل سيكشن، لان غالبا الوزره هتبقى مثلا سي مربعه او حاجه، فممكن اخدها بار كده واقول له والله البار ده انا مثلا اخليه السمك بتاعه مثلا كام في كام ماشي، اقول له مثلا الله يخليه مثلا سي اللينس بتاعه مثلا قلنا كده 10 ده اديني ايه الارتفاع بتاعه مثلا 10 سم ولا حاجه، او ممكن اخليه 15 سم مثلا ده الارتفاع، والسمك بتاعه مثلا سي مثلا سي 5 سم ولا حاجه 5 سم السمك بتاعه، او 2.5 حتى يعني مش محتاج 2 مش محتاج 5 سم 2.5 سم اللي هي سمك الايه الخشب نفسه اللي هو بيبقى 1 بوصه، هيبقى ماشي معاك بالشكل ده زي ما انت شايف كده اهو، شايفه كده اهو. عايز تعمله سيكشن براحتك زي ما انت عايز، انا ما عنديش مشكله ان انا اعمل له سيكشن، ما عنديش ادنى مشكله فيه باذن الله، انا ما عنديش ادنى مشكله في النقطه دي تمام كده يا باشمهندسين اوكي. حد عنده مشكله في اللي احنا بنعمله ده كده؟ وادي الايه اهو ده كده ايه الوزره بتاعتنا تمام. حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه كده؟ طيب تعالى بقى ناخد بقيه الخطوط نبص عليها كده، فين الخط الثاني ده فين؟ فين الخط الثاني؟ هو ده تقريبا، هناخد نفس الايه اللي احنا خدناه في الخط الاولاني
ناخد هنا ده سويب كوبي اهو عشان ما نرجعش دماغنا ونقعد نظبط تاني، واعمل له هنا كده ايه بيست اهو تمام انستنس اوكي، هياخد نفس الايه الوزر على طول اوتوماتيك. ونشوف الخط الثالث برضو نعمل له بيست از او ان انستنس اوكي خلاص. يبقى انا كده خلصنا ايه الوزر او النعله بتاعتنا دي كده يا باشمهندسين. اوكي تمام كده يا باشمهندسين، واضح الكلام ده؟ في حد عنده مشكله؟ طيب الوزر او النعله دي ممكن تحبوا تديها اللون الفاتح بتاع البانو ولا الغامق؟ اعتقد انها تاخد اللون الفاتح بتاع الايه البانوهات ماشي، اعتقد انها تاخد الايه اللون الفاتح بتاع البانو تمام. كله بيبقى كله بياخدوا نسخه من السويب على طول كل مره واحده يعني عشان ما نتعبش نفسنا كتير. واخليهم الثلاثه كده ممكن اعملهم جروب مع بعض تمام. بص يا هندسه النسخه انا باجي كده على سويب كليك يمين واقول له كوبي بس، واروح في اي مكان بقى كده اعمل له كليك يمين واقول له بيست از انستنس اوكي، بس هي دي النقطه بتاعته يعني، فبينزل كوبي على طول معايا على طول. طب هعمل الثلاثه كده مع بعض واقول له دول هيبقوا جروب ودول هسميهم ايه الوزره تمام، او النعله او اي بقى المسمى اللي انت عايز تسميه، بس انا خليته ثلاثه كده مع بعض يبقى الدنيا عندي تمام. طيب تعالى بقى لنا الوزره او النعله دي بقى اللي احنا شغالين عليها خلاص عايزين نعمل فيها ايه؟ نحط لها ماتيريال ناخد لها اللون الفاتح مثلا assign to selection اهو خلاص، يبقى خدت نفس اللون الفاتح بتاع الايه؟ الحيطه بتاعتنا. طيب تعالى بقى نرجع كده ايه؟ خلاص عملنا الوزر وعملنا كل حاجه، عايزين نبتدي نشوف برضو تيست ريندر تاني ماشي؟ انا عندي بس البلوك مش عارف ليه مش ظاهر لونه، المفروض ان الماتيريال بتاعته تظهر، فعايز ابص بس كده بسرعه على الماتيريال بتاعته، انا شايف بس اللي احنا عملناه كده، وابص بسرعه على الماتيريال بتاعت البلوك اهو هنا اسمه بيميريبيا بروجكت، الماتيريال عندي مش ظاهره بتاعته، فين البلوك عندنا بسم الله، هو فين 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 بسم الله، نكون واخدين بلوك منين؟ طب نشوف الموديل هنا بسم الله، البلوك فين الموديل بتاع البلوك بتاع الابليك، فين الموديل بتاعه بسم الله، الاباجوره اوكي ده كده الاباجوره دي ماشي، فين البلوك بتاعنا فين بتاع الابليك بسم الله، فين 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 دي الترابيزه خلاص اوكي والله ما انا فاكر احنا كنا جايبينه منين حد فاكر كنا جايبينه منين يا جماعه البلوك ده؟ طب هنا ممكن يكون موجود هنا انا مش واخد بالي، لايت ممكن يكون هنا في الاضاءه وجبناه هنا من الاضاءه، ادينا مجموعه لايت اهو ما شاء الله يعني مجموعه كويسه، ممكن نختار منها اي حاجه نغير منها بتاعه الصالون، نشوف البلوك فين ما جبناهوش برضو من هنا للنجفه اللي احنا كنا واخدينها اوكي، بلوك اهو رقم 3 اللي هو ده. طب ده الماتيريال بتاعته كل حاجته اهي، ايه مشكلته الماتيريال بتاعته مالها بقى؟ وده الاي اس بتاعه كل حاجه. طيب ماشي واضح ان في كده، نبص براجع الماتيريال بتاعته بقى احنا مع بعض كده شغالين، ممكن نجيبها كده بالماتيريال نبص نشوف ليه الماتيريال بتاعته مش جايه خلاص. هنجيب كده الماتيريال بتاعت الاخ بلوك، الماتيريال بتاعته فعلا بتاعته مش جايه، المفروض ان هو الماتيريال كل الماتيريال بتاعته مش جايه، ما اعرفش ليه في مشكله في البلوك ده تمام، عايزين ندخله ونظبطه من اول وجديد. طيب نرندر كده بسرعه ونشوف الوزره مع الشبيك مع الحاجات دي كلها هتبقى عامله ازاي، ونبص كده بسرعه وقللنا الاضاءه وظبطنا الستاير بتاعتنا، نعمل كده رندر ونشوف الدنيا تمشي ازاي.
طبعا تقريبا الاسبوتات بدأت تظهر فوق اهي، لو انتوا واخدين بالكم اهي الاسبوتات ظاهره فوق تقريبا اهي ماشي. بس الماتيريال برضه بتاعتها مش ظابطه، مش عارف ليه مش واضحه برضه. عايزين نبص على الماتيريال بتاعت البلوك، والماتيريال البلوك اللي نازله هناك دي نازله اسود خالص كده، معرفش ليه مش عارف. لسه بتعمل الريندر يا باشمهندس محمد، لسه هنشوف. انا ظبطت المش، قللتها خليتها 200 بدل 300، معرفش كانت ليه رافعه قوي 300، كانت كتير قوي معرفش ليه، فانا قللتها شويه خليتها 200. وخد بالك برضو انها حتى لو كده بالفرق اللون الابيض، كمان الابيض بيدي اضاءه اكتر، يعني انت المفروض انك ممكن تكون ظابط على رقم معين او درجه معينه، فلما تيجي تديله اللون فاتح مع اضاءه قوي بيديك يعني بيضاعف شده الاضاءه، فانا عشان كده قللتها خليتها 200 عشان تظهر شويه. ممكن تحتاج تقل كمان عشان اللون الابيض اللي هي موجوده فيه يعني. طيب كده تقريبا بدأت تظهر الدنيا عندنا في الخامات والالوان، والوزره بانت عندنا اهي، وبدأ الستاره الحمد لله اتظبطت. دي كان كل لسه نشوف بس المش او الليدات هتبقى عامله ازاي، الاضاءه اعتقد برضو ممكن تكون محتاجه تقل حاجه بسيطه تمام. بس خلينا برضو نتفرج على الريندر بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بلوك الابليكي ده مش عارف ايه مشكلته، عايز اشوفه تاني كده بسرعه اشوف ايه المشكله بتاعته. يعني اعتقد الاضاءه كويسه، المكان كويس كشكل عام تمام. ما اعتقدش الحمد لله ان احنا عندنا اي مشاكل في الريندر. في حد عنده اي مشكله في اللي احنا بنعمله ده كده يا جماعه؟ اعتقد كده الوزارة تمام، الدنيا بقت مظبوطة، مفيش عندنا مشاكل. اوكي. الستارة تمام. والحوائط اوكي. الشكل خلفنا الحيطة، مكان الفاتح والغامق مش عارف هتبقى شكلها عامل ازاي. بس بيني وبينكم حاجة تستحق التجربة، يعني انا عايز برضو اجرب اخلي فاتح وغامق، ما اعرفش. عايز اخلي لان طبعا الوزارة لما تبقى غامق اعتقد تبقى افضل مع البانو. ممكن ونسينا التلفزيون على فكره، احنا نسينا نحط التلفزيون هنا صح، نسينا نحط التلفزيون في الجزئيه دي كده. سهل 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 تعمل دلوقتي ان شاء الله عشان نحط له برده ماتيريال ونظبطه تمام. خلص بس الريندر ده هو خلاص فاضل له، يعني هو خد مش عارف هو بيعد ده يعني دقيقه او دقيقتين، بس الواحد بيحس ان هم كتير ما اعرفش ليه، يمكن عشان وقتنا احنا قليل فبقى مستعجل شويه ان انا عايز اخلص بدري، او يعني مستعجل ان انا عايز اضيف معلومات اكتر، فيمكن احساس ان الوقت كتير او حاجه يمكن. طبعا الستاره تمام اتظبطت اهي الحمد لله، ونزلت على الارض خلاص. البنو الوزره سوري حاسس انها محتاج تغمق شويه. عشان ماب هو احنا مش هنحط للجدار زياده الواقعيه. لا مش فاهم قصدك باشمهندس شيماء، يعني ايه؟ انت عايز تحط زي مابا يعني للجدار وكده تبان يعني كنغماشه او حاجه يعني خلفيه الحيطه. طيب بص يا باشمهندس شيماء، هو في الواقع ده مش موجود، فهمتني يا باشمهندس شيماء؟ يعني هو في الواقع يعني مثلا وريتك صوره دلوقتي، خلص بس الرندر ده، الصوره اللي احنا شفناها من شويه الحيطه ما فيش عليها نغماشه خالص تمام. يعني عشان احط نغمشه للحيطه بيبقى ده عيب اصلا، لانه خد بالك انا عندي في التنفيذ الواقعي، لو بنتكلم في الواقع بقى، لما اجي اعمل شقه بشطب شقه ما بيبانش عندي تفاصيل الحيطه تمام، ما بيبانش عندي. المفروض بحط معجون عشان اداري كل شغل المحاره اللي بيبقى في الخلايا دي، وبتبقى الحيطه ناعمه حرير وبتتنظم كويس قوي. اوكي. ممكن في الدهان احيانا ممكن استخدم رولة فتدي حبايه صغيره قوي، بتبقى الحبايه دي نغمشه على الوش خفيفه قوي، وممكن ما يبقاش فيه حبايه كمان، يعني ممكن ما يبقاش فيه نغمشه في الواقع تمام. فهمتيني يا باشمهندسه؟ فموضوع الناس اللي ما بتزود خلفيه كده تحس انها منغمشه قوي، مش ده الواقع. يعني انا بتكلم كمان شغل واقع، يمكن الناس اللي شغاله في التشطيب عارفه فاهمه الكلام ده. اوكي تمام. باشمهندس ابو بكر بيقول لي نغير، صح عندك حق انا حافظه. لا العفو يا باشمهندس شيماء، انا مش قصدي والله، بس انا بوضح لك لان هو لسه اوريك الصوره دلوقتي على تقدم تمام. بص الحيطه يا باشمهندسه، ده صوره واقعيه، هل فيها اي نغمشه باينه؟ يعني بص هتلاقي، بص دي صوره من الواقع على فكره، ده شغل متنفذ فعلا
تمام، ده شغل متنفذ فعلا. هل الحيطه باين فيها اي حاجه من اللي احنا بنحطوها ده، اللي هم بيحطوا بقى المابه ونغمشه والكلام ده كله؟ طبعا لا، الكلام ده مبقاش موجود زي ما انت شايفه كده، الحيطه ناعمه جدا خلاص، ملساء تماما يعني، هتبقى ايه؟ لان احنا ما بنعمل معجون ليه ونعمل الكلام ده كله عشان نضيع عيوب المحاره ونخلي الحيطه تطلع عندي مظبوطه. تمام، بحط امتى بقى؟ لو انا مثلا عندي حيطه زي كده، بص الجانب ده اهو بيبقى ايه اللي هو الزب بيسموه الترخيم، عامل زي الرخام كده، فبحط له ماب عشان اعمل لون ولون، لون فاتح في غامق. تمام، يعني ممكن الغمط الحيطه دي كلها اللي قدامي دي كلها، للشقه كلها تبقى كلها نفس الشكل ده، بعمل الفاتح والغامق زي ما انا عاملهم، وبعملهم ميكس في خامه واحده واسقطها على الحيطه، ففي الحاله دي بحتاج مابه عشان اعمل ميكس ما بين الاثنين. فهمتني؟ انما في المعتاد لا، بص الحيطه سموز جدا، مفيش اي حاجه خالص، ده شغل واقعي. تمام يا هندسه، اتمنى الجميع يفهم النقطه دي، عشان تبقى بشوف حاجات على النت وناس تشرح، لا اللي بيبقى شغال في بايديه وشايف الواقع تمام، لا الموضوع بيختلف تماما يعني. اوكي، طب ادي كده المشهد بتاعنا، اعتقد الاضاءه فوق بقت ظابطه شويه. انا ممكن بقى اخلي الاضاءه اللي فوق دي صفرة شويه بقى، يعني اعكس الابيض ده واديها لون، اديها لون اصفر شويه. باشمهندس ابو بكر بيقول لي احنا ممكن نغير لون الجدار اللي فاتح والبانوه ابيض والوزره غامق والابليغ غامق عشان البورسلين ابيض. بص يا باشمهندس، طبعا انا عشان اخلي الحيطه فاتح وبعدين اخلي اللي عليها البانوه ابيض، يبقى انا كده مش هينفع، لازم دايما بظهر بغامق وفاتح. يعني ممكن ابدل لون البانوه مع الحيطه، تمام، يعني اخلي الوزره والبانوهات لون الغامق والحيطه هي الفاتح، تمام، فهمتني؟ انما اخلي ابيض، الابيض عايز حاجه غامقه تحت منه، ولا يهمك يا باشمهندس، تسلم. اوكي، طيب هنحفظ بس الصوره دي كده عشان افتكر احنا عملناها. اوكي، نبدل، حاضر، عينيا هندسه. طيب تعال بقى نبدل اللي احنا عملناه ده كده، اقول له تعال نشوف، هاخد الحيطان اهي سيلكتد، ماشي، من هنا، من هنا بدوس على اي حته في الحيطه، وبعد لو سمحت اديني اللون اللي هو الفاتح، اللي هو اقعد اتلخبط بين الايه، كاتب هو الاسامي عشان ما اتلخبطش، يعني مش هاخد الابيض مكان ده، اقول لك ده، اقول له خد اساين تو سيلكشن، وبعدين اجيب الايه البانوهات اللي انا عاملها دي كده واعمل له سيلكت سيميلر، اللي هو البانوهات دي كلها فين؟ طبعا هتبقى كلهم جروب ولا لا؟ اعتقد ان هم كلهم جروب صح؟ واقول له بعد اذنك خد لهم اللون الايه الغامق ده، اساين تو سيلكشن، اوكي؟ وبعدين اخد الوزره اللي تحت اخليها اللون الغامق، تمام، كلها، واديها اللون الغامق، ونشوف الفرق ما بين الاثنين او الشكل العام هيبقى عامل ازاي. خدنا اللقطتين عشان نوضح الدنيا بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، تمام. طيب تعالى كده نجرب تاني، نشوف الريندر بتاعنا على الشوت اللي احنا عملناه. طبعا الريندر ده كله خد مننا وقت 6 دقائق، تمام، ريندر اهو 6 مينيت اهو، زي ما انت شايف 6 مينيتس، تمام، 6 دقائق الريندر ده كله. وخد بالك انا بتكلم يعني 6 دقايق، طبعا في الريندر اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني اعتقد وقت مش وحش، مش بطال. الاضاءه اللي فوق اعتقد لسعة شويه عايزه تقل برضه سنه، ممكن نقللها حاجه بسيطه قوي بالمره، ناخد المش اللي فوق ده كده، او ناخد الليد بتاعنا اللي فوق، تمام. اوكي، طبعا انا مش هعمل الريندر النهائي معاكم في المحاضره لان مفيش وقت، انا هجهز الريندر النهائي وهوريه لكم المحاضره الجايه ان شاء الله. خلي ده مثلا 100 ومثلا 60 ولا حاجه، او 150، نقلله كده شويه، والدرجه بتاعته مثلا خليها 6500 او مثلا 5600، يعني سوري 5600، تمام اهو، يعني نظبطه كده سنه بسيطه قوي، تمام ماشي خلاص. ونبتدي بقى ايه نرندر هنا ونتفرج، نقول كده بسم الله، ونشوف ايه 5 دقائق او 6 دقائق اللي جايين دول هيرندر معانا عامل ازاي، ونشوف الشوت. انا احتفظت بالشوت الاولاني وبظبط التاني دلوقتي عشان نعمل مقارنه بين الاثنين ونشوف ان اللي هنرسي عليه باذن الله. اعتقد ان الستائر البني ماشيه مع اللون كويس، لكن برضو ممكن نغير لونها مش مشكله، والسبوتات مش عارف ايه مشكلتها، اعتقد انها مثلا كانت ترحل شويه لان المساحه بتاعت الجبس كبيره قوي، مش عارف ايه، حاسس ان الجبس مساحته كبيره ما اعرفش ليه، تمام، لكن هنشوف، ماشي نشوف بس الريندر بتاعنا، بعدين لو في اي تعديلات ولا حاجه ممكن نظبطها مش مشكله. بدأ الرندر هو بين الفاتح والغامق بتاعنا. اوكي، ما عنديش مشكلة خالص، ما عنديش مشاكل في تغيير، طبعا سهل جدا احنا نغير الستاير والحاجات دي كلها، تمام، ونظبط الدنيا بتاعتنا دي فيها مش مشكلة بإذن الله. هنا عكسنا الأبيض فاتح مع الغامق، هنشوف الفرق طبعا الدنيا هتبقى ماشية ازاي، وهنشوف ونعمل مقارنة بين الاثنين. تمام، يعني بدأت تظهر النتيجة اهي، مش عارف بقى انتوا رايكم، هنشوف دي وهنشوف دي،
ونعمل مقارنة ما بين الاتنين ونشوف انتوا ايه رأيكم، نرسي على اللون ده ولا على اللون ده. ماشي. طب يعني هو في ميول كتير للون الفاتح، ماشي، ما عندناش مشكلة في استخدام اللون الفاتح، احنا مش هنقول لا، يعني مش كارهين، تمام. انا الوحيد اللي حاسس ان الغامق احلى، مش منساش شيماء. لا مش للدرجة، بس هو كل واحد بقى بتاعي بالظبط، مش محمد قالها كده، اذواق فعلا بترجع لكل واحد وذوقه، تمام. في واحد بيبقى بيحب الالوان الغامقة، في واحد بيحب الالوان الفاتحة، حتى في اللبس يعني. مش مهندس انا بتقول لي برضه حاسه الغامق احلى، واضح ان البشمهندسات ميالين للون الغامق والبشمهندسين ميالين للون الفاتح، تمام. يعني كده في انقسام كده بين البشمهندسين والبشمهندسات، يعني بشمهندسه ايمان وبشمهندسه شيماء. بشمهندس ابو بيقول لي كده كده مريح، مش مشكله عادي. بشمهندس محمد، لا ما هم طبعا عندهم ابكاء امان امل الحياه برضه. بشمهندس محمد عايز توقعنا فيهم ولا يمسك في خناقنا بعد كده؟ لا نيجي اخر محاضره في الماكس ونتخانق في في الجروب. ماشي يا باشمهندس محمد، ماشي، متعود انا على مواقفك الجميله دي. تمام. طيب خدوا بالك انه ممكن الفاتح ده ممكن يغمق سنه، يعني ممكن الغامق بتاع الحيطان ممكن نغمق، الفاتح ده بتاع الحيطان ممكن نغمقه درجه، يعني مش لازم يبقى فاتح قوي كده، ممكن نغمق سنه، يعني ممكن نخلي بس درجه ما بين البنو ما بين الحيط، درجه واحده فقط، تمام. وممكن نخليها كلها لون واحد، ماشي، زي ما احنا شفنا الشغل بتاعنا. احنا ممكن باشمهندس احمد بيقول لي ما هو الغامق احلى بس نغمق السقف شويه، هو السقف دايما بيبقى ابيض يا باشمهندس، يعني ما ينفعش ان انا اعمل كده، يا اما ادي كلها لون واحد تبقى في بعضها كده زي ما احنا شفنا في الصوره، يعني انت ممكن تديها كلها لون واحد، سقف وحيطان اهو كلها لون واحد، عفوا نقل الصوره حاجه ثانيه اهو، كلها لون واحد سقف وحيطان، اوكي. هو غمق الايه؟ بص يعني دي غمق درجه، يعني بص البانو هنا اللي في السقف غامق درجه، هنا غامق درجه، تمام؟ ماشي؟ فهمنا الفكره كده عامله ازاي؟ ف الجزئيه دي كده ممكن نغمق الحيطه سنه كمان. ماشي، خليها مبدئيا وهنشوف هنقارن مع بعض. حد بيسال مش رندر، يعني شبه رندر نهائي بس باقل اعدادات، تمام؟ خلاص؟ يعني انت خد بالك احنا بنتكلم في 6 دقائق 5 دقائق، يعني انت ممكن عشان احنا عاطين عشان بس مباشر وكده فممكن تحس ان في تايم، ده هو 5 دقائق، يعني انت اصلا لو انت عملت دوس رندر وجيت حبيت تجيب اي حاجه وتتحرك خرجت من الاوضه ورجعت تاني يبقى رندر يعني بس احنا عشان كلنا قاعدين منتظرين الرندر فتحس ان انت الدقيقه بتفرق معانا طبعا في الشغل ده. اوكي؟ وبعدين معلش يمكن انا الجهاز برضو عندي في البيت مش بنفس قوه المكتب، لكن يعني اهو بيسعفنا مش مقصر. ادي الفرق بين الاثنين يا باشمهندسين، ادي الفاتح وادي الغامق اهو، شايفين ده كده مع ده كده اهو، ادي ده وادي ده، ها مايلين لانهي؟ ادي ده اللي على اليمين الفاتح وعلى الشمال الغامق، تمام. ادي اللونين مع بعض او ادي الايه الشطين مع بعض. ممكن يا باشمهندس احمد، ممكن بس هي الفكره ان احنا بنتكلم. باشمهندس محمد يسري قال لك الغامق، تمام. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد صلاح، باشمهندس محمد ابو بكر كله شايف الفاتح كويس، وفي ناس شايف الغامق كويس. على العموم مش هتفرق كده وكده، ممكن ننظر كده وننظر كده. باشمهندس سميه بتقول لي الغامق افضل، ماشي خلاص ما عندناش مشكله باذن الله في القصه دي. طيب حلو قوي، تعال بقى نرجع لشغلنا احنا كده، احنا عملنا الشوط ده وعملنا الشوط ده، تعال بقى نكمل بقيه الماتيريال. طبعا مش هيفرق فاتح من غامق، انت بقى انت شغال ايه ظبط الدنيا عندك زي ما انت عايز. طب تعال بقى نكمل الارضيه، طبعا من الماتيريال المهمه قوي. انا دلوقتي عايز احط الماتيريال بتاعت السيراميك، انا معلش انا ايه بحاول انجز عشان الوقت بتاعنا طبعا صغير شويه، فبحاول انجز في الشرح او الخطوات يعني، تمام. طيب عايزين نحط بقى الماتيريال بتاعت الارض. الماتيريال بتاعت الارض بقى انت بتتكلم في حضرتك في ارض، فانت بتتكلم فيه احنا قلنا يا اما باركيه يا اما بورسلين يا اما بنتكلم خلاص احنا اتفقنا تمام على البورسلين يعني، تمام، او الجرانيت والكلام ده كله، لكن طبعا احنا بنتكلم في البورسلين من المره اللي فاتت. طب البورسلين في حاجتين او في طريقتين للتعامل مع الماتيريال، في انك ممكن تعمل ماتيريال عاديه زي ما احنا عملنا كده، خلاص تجيب ماتيريال عاديه ماشي، خلاص الماتيريال دي وتسميها فلور ارضيات مثلا، وتبتدي انت بقى ايه تقسم وتشتغل عليها زي ما انت عايز، تمام. وحاليا اللي معظم الناس شغال عليه ماشي ان هو بيجيب ماتيريال جاهزه. يعني ايه ماتيريال جاهزه؟ راجل بيخش كده يقول لك تعالى يا باشمهندس
تمام، انا شغال في ري صح؟ اقول لك اه. قال لك طب ما في مكتبه في ري، ماتيريال في ري جاهزه، ممكن اجيب الماتيريال اللي انا عايزها واعدل فيها لو محتاج تعديل بسيط، او لو هي شغاله خلاص يبقى الدنيا معايا زي الفل. زي ايه؟ هتلاقي مثلا عندك الفي ري ماتيريال خلاص موجوده، تمام، عندك مكتبات ماتيريال موجوده ماشي. تعالى مثلا ماتيريال زي كده، ادي مكتبه جاهزه، دي مكتبه ماتيريال في ري، طبعا يمكن جرانيت او رخام يعني، لكن خد بالك ان البورسلين دلوقتي بياخد نفس شكل الرخام، يعني ممكن اخد شكل الرخام لكن يتضاف كانه بورسلين، يعني الدنيا مش هتقف معايا في حاجه، في برضه بورسلين حاجه زي كده تمام، او رخام يعني حاجه زي كده، وحاجه زي كده. دي خامات جاهزه تمام، ممكن استخدمها على طول مباشر من غير متعب او من غير اي مجهود. وده غالبا على فكره عشان تبقوا فاهمين، معظم اللي بيبقوا شغال بيه تمام بيبقوا اشتغلوا بيها بالسيستم ده كده، يعني هو بيجيب حاجه جاهزه على طول، اللون ده اعتقد هو اللي احنا كنا بنتكلم فيه الابيض ده تمام، وابتدي يشتغل بيها على طول مباشره وخلاص، يقول لك انا عندي الماتيريال جاهزه وابتدي اشتغل بيها عندي واريح نفسي، ادي الماتيريال اللي هي بتاعتي خلاص وابتدي اشتغل عليها تمام كده يا باشمهندسين. اوكي طيب تعال نشوف الكلام ده، لو هنجيب ماتيريال زي دي كده، طبعا ممكن اخدها كلها كده معلش عفوا بقى ايه، خدها كده كوبي هي ودي تمام، لازم طبعا الحاجات دي كلها نقلها في فايل المشروع عندي عشان الباس بتاعي يبقى مظبوط، عن الماتيريال اقدر اوصل لها بالظبط. مواقع برضه مش مهندس زي البلوكات بالظبط، مواقع زي البلوكات، يعني انت مثلا سي برضه حتى 3 دي بروت، عارفه 3 دي بروت هتلاقي فيه تكستشر، يعني لو دخلنا على 3 دي بروت كده اهو تمام، بسم الله فينه اهو، لو فرحنا كده 3 دي بروت يا عم كراسي التحليل اه، هتلاقي في تكستشر اهو يا باشمهندس، يعني في اصلا على المواقع في ماتيريال فلورنج هتلاقيها، بص اهي وود تكستشر تمام، خامات ارضيات اهي برضه، هي خامات ارضيات تمام، باركي وغيره وغيره وغيره، لا موجود على كل المواقع زي بلوكات الفرش والكلام ده كله، بتلاقي فيه بلوكات برضه للفرنيتشر. وفي مكتبه شهيره قوي تمام اللي هي الارك شيدر، اعتقد انا كنت اديها لكم قبل كده باشمهندسه، لا معلش باشمهندس شيماء ما حضرتيش معايا، باشمهندسة ايمان او الناس اللي حضر معايا كورس قبل كده، في حاجه اسمها الارك شيدر، دي مكتبه موجوده، باشمهندس محمد طبعا هو تذكر اهو، هتلاقي المكتبه دي جميله قوي حلوه، فيها مجموعه حاجات برضو موجوده هنا اسمها الارك شيدر تمام. الارك شيدر على فكره في اصدارات، يعني في اصدارات ليها كتير، يعني في اصدارات احدث من كده كمان، لو دخلت على المكتبه الارك شيدر دي هتلاقي في البلوك بتاعها اهو او الكتالوج يعني بتاعها، هيفتح كده معاك هتلاقي فيه كل، او هتلاقي فيه مكتبه كبيره جدا من الماتيريال دي، حاجه اسمها ارك شيدر، او ممكن ابعت لكم انا لينكين دلوقتي، ممكن ارفع لكم لينكين دلوقتي حال المكتبات دي لو انتم عايزينهم تمام، عشان برضو يعني ما يعني تبقى الناس معانا، وكل دي مكتبات اهي، ممكن نكبر الزوم شويه عشان تبقى معايا كده اهو، وكل دي حاجات خاصه بالفي ري، يعني كل دي ارك شيدر خاص بالفي ري من شركه اسمها ايفر موشن تمام. طبعا مش دول بس، انت ممكن لو نزلت بص اهو، يعني مثلا يقول لك هنا ايه اهو، الكار بينت دي دهان السيارات، لو بتعمل مثلا شغل سيارات اللي هو الحاجات الميتاليك والكلام ده كله، تنزل تحت مثلا سي هتلاقي مثلا هنا جزئيه الايه الكلوزس القماش تمام، الفرش المفارش والكلام ده كله قماش اهو باشكاله، عايز تعمل ستاير او تعمل مثلا فرش معين اهو زي ما انت عايز، كل الاقمشه والكلام ده كله، دي مكتبه موجوده، دول رقم تقدر تستدعيه من المكتبه بتاعته زي ما انت شايفين كده، تنزل تحت هتلاقي في حاجات ثانيه كتير تمام. ده مثلا سي برضه دي لسه ملابس، يعني كل دي ملابس، تنزل تحت كده اعتقد دي ده شغل حيطان بقى، ده شغل ورق حائط اعتقد، اعتقد ده شغل ورق حائط، ده ملابس خلاص، ده كده اخش بعد كده ديكوري اه، شغل بقى الايه الورق الحائط والكلام ده كله خلاص. في هنا برضو ايه الخرسانات كونكريت تمام ماشي، انزل تحت كده مثلا تلاقي سيراميك بعد كده، بعد الكونكريت غالبا هتلاقي سيراميك آه، في فود اكل شوكولاتات والكلام ده كله في برضه هنا ايه، انزل تحت كده تلاقي في الازاز بكل انواعه والوانه تمام، شغل الجلاس كله، دي مكتبه كبيره قوي، وممكن لو انت تعمل فيها سيرش عن سيراميك ولا حاجه تلاقي سيراميك اكيد يعني، او تايلنج حاجه اسمها التايلنج تي كده، لو نزلنا تحت كده ممكن انزل لحد 60 ولا حاجه هنا كده صفحه 60، ده بلاستيك مش دي الوان بلاستيك، لو بتعمل حاجه بلاستيك عندك كوبايات او فازات او حاجه، ده بورسلين اهو، ده بورسلين، ادي الوان البورسلين زي ما انت شايف، دي الوان كتيره جدا موجوده عندك، بورسلين ابيض، بورسلين بدرجات كتيره قوي اهو، خامات موجوده بالفعل تقدر تشتغل فيها تمام. اوكي
في حاجات تايلينج هتلاقيها برضو كده ايه موجوده عندك، حاجات دي مكتبات بتبقى موجوده ماشي خلاص، تقدر تستعين بيها زي ما انت عايز. وفي بقى ممكن ابعت لكم دلوقتي لينك مكتبتين بسرعه كده من عندي، يلا يعني حاجه كده ايه، ولا ارفعها لكم على الواتس. في عندي مكتبتين كده بس مكتبتين كبار شويه. دي اول مكتبه انا حاطط عندها اللينكات عندي هنا، ده لينك فوق اهو تمام، ده اللينك بتاعها دي حوالي جيجا وشويه تمام. وفي مكتبه تانيه هتلاقيها حوالي 10 جيجا اهي تمام خلاص. ممكن ابقى ارفع لكم اللينكين دول بتوعهم ان شاء الله، ارفعهم لكم على الجروب تقدروا ايه تنزلوهم للناس اللي عايزه. هنا وهنا هرفع لكم، هنا وهنا. حاضر يا هندسه تمام، هنا ايه حاضر تمام كده يا باشمهندسين. حد ليه سؤال في اللي احنا قلناه حتى الان؟ فاهمين احنا قلنا ده؟ اوكي طيب، يبقى انا كده عندي الماتيريال بتاعتي ايه جايبينها زي ما احنا قلنا، اماكنها بنجيبها منين اهو، ونبتدي نشتغل عليها. الماتيريال خلاص زي ما انتم شايفين كده، اقدر انزلها من عندي من ادي الماتيريال لايبراري اهي، وابتدي اضيف الماتيريال لايبراري عندي. بجيب هنا الماتيريال، فين الماتيريال بتاعتي؟ اقول له بعد اذنك عايز اجيب اد واعمل لك ايه، عايز اعمل اوبن ماتيريال لايبراري، واخش عندي على البي سي اجيب الماتيريال بتاعتي اللي انا لسه جايبها دلوقتي. بسم الله، بعد اذنك انا عايز الماتيريال اللي احنا لسه شايفينها راحت فين، بس كده اسمها ايه؟ اف 37 اخر حاجه فيها، اف 37 فين اف 37 اهي تمام. واجيب الماتيريال لايبراري بتاعتي اهي دي كده، اقول له ضيف الماتيريال دي لو سمحت. الفيري 5 بالظبط نازل بمكتبه كويسه جدا برضو، ما فيهاش اي مشكله خالص. واجيب الماتيريال دي كده اهي، دي اللي انا نزلتها دلوقتي، ادي الماتيريال بتاعتي نازله طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه ايه يا يعني نهار ابيض ايه كل ده. لا طب معلش ثانيه واحده بس كده ايه، عشان الموضوع كده فيه دوبليكيت كتير قوي، دلت بس كل الكلام ده عشان نزلت مرتين ونزل مره واحده بس كده اهي تمام. اصبر عليها ثواني اهو، ادي الماتيريال بتاعتك اللي المفروض انت سعادتك هتشوفها بتعمل لودنج عندك او المكتبه اللي انت عايز تشتغل بيها تمام. طب اهي شايف الارضيه اهي كده، بقى عندك المكتبه اهي مظبوطه عندك زي الفل. كل مطلوب من حضرتك انها تاخد الارض بتاعت حضرتك دي اللي احنا كنا عاملينها في الريندر فقط لا غير. مش متين معايا ولا ايه؟ اوكي تمام، وناخد الماتيريال دي كلها برضو نقول لي خلاص الارض هي، نقول له اساين تو ايه سيلكشن كده بعد اذن حضرتك اهو، نزلها لي هنا في الارضيه دي تمام. طيب انا بدل نزلت مابا هنا بقى، يبقى لازم هنا بعد اذن حضرتك، وبدام انا عملت دي كده يبقى لازم دي اقول له بعد اذن حضرتك اديني حاجه اسمها يو في دبليو ماب. خلاص يو في دبليو ماب دي لازم تكون مظبوطه عندي مثلا على بوكس مثلا خلاص، واظبط اليو في دبليو ماب دي لازم عندي احطها هنا للريندر ده. طب تعالى كده نشوف بقى، عايز اعمل ريندر على الارضيه ونتفرج يا ترى الارضيه، حتى احنا ممكن ناخد ريندر على الحته اللي احنا عايزينها بس حته في الارضيه كده، ناخد مثلا كده بس فقط حته كده، مش لازم ارندر كله تاني بقى، وابتدي ارندر كده اشوف الارضيه بتاعتي خدت الماتيريال بتاعت البورسلين دي او بتاعت الجرانيت دي ولا لا تمام. هنشوف كده بسرعه ايه اللي هيحصل في الجزء اللي احنا اخترناه ده فقط لوحده. إلهنا سبحانك. طبعا باشمهندسة سمية وضحت النقطة دي، الفيري 5 في مكتبة كويسة فعلا، الفيري 5 بينزل بالمكتبة بتاعته في مكتبة ماتيريال كويسة قوي، ده بينزل مع الفيري نفسه، الفيري نفسه وانت بتعمل له انستول او تثبيت عندك على الجهاز. طبعا بياخد منك وقت شوية في الداونلود لان المكتبة بتاعته كبيرة بتاع حوالي 10 جيجا تقريبا او اكتر، فبتاخد عايزه بقى سرعه انترنت كويسه عشان تقدر تعمل بيه او تعمل داونلود للمكتبه بتاعته دي، بس الملاحظه والعلم بالشيء يعني. طب نشوف كده الارضيه بتاعتنا عامله ازاي. مش عارف مش باينه خالص، مش باينه عندي مش عارف ليه تمام، المفروض انها تبقى ظاهره عندي كده. طب ليه ايه المشكله دي؟ حملنا كده بوكس اوكي خلاص، يو في دبليو مش محتاجه مننا اي حاجه، عملنا يو في دبليو ماب خلاص عليها، وادي الماتيريال بتاعتها
الماتيريال فيها مشكلة؟ ما أعتقدش الماتيريال فيها مشكلة، أعتقد الماتيريال مظبوطة، مفيش حاجة ناقصة فيها. الجري ده هل في حاجة ناقصة هنا؟ طيب كل ده كده أوكي. طب أنا عايز أفهم إيه بقى مشكلة الماتيريال دي؟ أعتقد إنها ما فيهاش حاجة حتى الآن، مش شايف فيها أي مشكلة، لأن هي ماتيريال جاهزة. طيب ثانية واحدة كده هبص على حاجة سريعا، عشان هو نازلة معاها ملف ماكس. هعمل كده وأعمل كده زوم وأخرج بره الإيه الأوبجكت بتاعنا، وأتحرك بره كده شوية وأفهم بقى إيه المشكلة عندي هنا. كده أعمل كده إيه إمبورت للفايل بتاعها، إمبورت على ميرج. خلاص وأخش هنا على البي سي أجي أشوف الماتيريال إيه مشكلتها. بسم الله، هي دي هي دي، بيقول لي هي دي كده ماشي أوكي، هات لي ده ما عنديش مشكلة. أوبن قول هات لي كل دول، كل حاجة ديسبلاي سبتراكت اوكي ماشي كده 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 كل حاجة تمام اوكي، واقول له اوكي نزلها لي تمام اوكي ماشي. طب ايه ده بقى، انا مش فاهم يعني ايه اللي نزل ده عندي، ايه ده مش فاهم ايه اللي نزل عندي ده. اهو بنزل الماتيريال بالعرض بتاعها، يعني واخدين بالكم انتوا اللي هو ايه مديني بقى كده وايه بنزل الماتيريال بالشكل بتاعها. طيب ماشي، هبص كده على حاجه ندخلهم بس كده جوه الشوت بتاعي تمام، هنا بعمل لهم كده روتيت كنترول زد كده واشوف ايه بقى اللي هو مدهوني ده. يعني المفروض ان الماتيريال عندي تكون مظبوطه، عايز اعرف بقى ايه المشكله اللي عنده دي. ما انا عايز اعرف دلوقتي ايه مشكله ال، المفروض انها عندي مظبوطه الماتيريال جاهزه على طول، تيجي اوريدي جاهزه. هاخد بس كده ايه على الجزئيه دي كده، انا اعتقد الستاير عندي بتاخد وقت في الريندر، فانا ممكن اقفل الستاير دي اعمل لها كده هايد، والكيرتين دي كمان اعمل لها هايد تمام عشان الوقت بس بتاعنا في الريندر. ونيجي هنا نقول له بعد اذن حضرتك اعمل لي ريندر كده فرجني، او ممكن اخد زوم حتى على الحته دي بس كده، او خلينا عايز اشوف الارضيه كلها يعني ماشي اوكي. ريندر هات لي الجزء ده كله كده بس عشان اشوف الارضيه باكبر قدر ممكن، واقول له كده ريندر واتفرج على الارضيه بتاعتي ايه مشكلتها عندي. فنشوف الجزء ده كده هشوف ايه اللي هيظهر معانا. والمفروض الماتيريال الجاهزه يا باشمهندس شيماء بيبقى اللينس والويت بتاعها مظبوط، بس انا عايز اعرف ايه المشكله هنا، او ايه اللي محتاج يتظبط. يعني هل في اختلاف في حاجه على الموجود عندي ولا لا؟ انا بس اشوف بس النتيجه بتاعته هتبقى عامله ازاي، لان هو مديني حتى هنا كده جزئيه هنا مديني ماتيريال المفروض اخد المكتبه كلها جاهزه والمابس. يعني انا ممكن اشغل الماب على طول ورايح نفسي، يعني ممكن اشغل الماب واشتغل انا اقسم الارضيه وخلاص. فالمفروض يديني الحجاره دي او الشكل ده، وادي الماتيريال لايبرري بتاعتي. طيب لسه ما بداش الريندر، تمام كده بدا الريندر اهو، عشان كده على سكيل كبير الدنيا بقى في الارضيه عامله ازاي. هو الرخام جاي مظبوط بس الأرضية مش مظبوطة، يعني الرخامة جاية باللمعة بكل حاجة الدنيا زي الفل مفيش فيها أدنى مشكلة خالص. طب ليه مش ظاهرة على الأرضية؟
هي بقى ده السؤال اللي احنا بنسأل فيه، عايزين نعرف ليه ده مش مظبوط معايا كده. طيب انا لو جيت في الماتيريال هنا، شوف لو عندي مشكلة في المسخ، بس انت ستوب كفاية كده، افتح كده المكتبة كده سريعا، وهاخد كده رند، هاخد انا ايه شوت مع نفسي كده من الكورة دي مثلا، هي نفس الماتيريال تمام تقريبا، يعني هو ده نفس الايه الماتيريال. عايز ابص عليها كده، التايلنج واحد لواحد، الدنيا تمام، مفيش عندي مشكلة خالص. اوكي، برضه نفس الايه الماتيريال بتاعتي. طب انا لما حطيت هنا اليو في دبليو ماب برضه واحد لواحد، الدنيا تمام، لينس 10 بكذا. طبعا ما اقدرش اتكلم في بلاند هنا بوكس. اوكي تمام، دي المساحة بتاعت الايه الريسبشن بتاعي 7 في 10، ما اقدرش العب في النقطة دي. طيب ايه مشكلتي بقى هنا في الجزئية دي؟ ده البيت ماب بتاعتي، كل حاجة تمام. طب ممكن نكبر التايلنج بتاعها شوية، يعني جعل ده لا فين كانت اللي شغال فيها؟ هي دي فيري ماتيريال، نبص على واحدة واحدة هنا تمام. اوكي ماشي، مفيش عندي مشكلة في حاجة هنا تمام. جودز. طيب اللي بعده فيها ايه؟ برضه نفس الموضوع. طيب نرجع بقى كده ايه حاجة حاجة نشوف. طب انا قفلت الـ UVW ماب كده، اشوف ايه اللي هيحصل هنا. يمكن هو في نازل بالـ UVW ماب بتاعه فهو عامل مشكلة في كده. طيب ريندر كده تاني. انا عملت كده يا باشمهندس سمية، انا عملت النقطه دي كده، بس هي نفس الماتيريال بالظبط. فانا عايز اعرف المشكله عندي في الارضيه في ايه، يعني هل في عندي السكيل مش مظبوط؟ يعني هي عندي ظاهره هنا في الايه في الرندر هنا، ظاهره كويسه جدا هي، يعني هي ظاهره عندي هنا مفيش فيها ادنى مشكله خالص على ده تمام. انا عايز اعرف ليه مش ظاهره في الارض عندي، مديها رمادي ليه، مش ظاهر النقشه بتاع البورسلين او الجرانيت ليه في الارض؟ هو دي النقطه اللي انا عايز افهمها منه، يعني هو هنا ظاهر عندي كويس جدا وخدت منها نموذج بالقطاره، اوكي نفس الماتيريال، ليه بقى الارض هنا بقى في مشكله في ايه؟ فانا قفلت اليو في دبليو ماب، يمكن يكون هو نزل باليو في دبليو ماب بتاعه، مش محتاج مني ان هو يحط يو في دبليو ماب. هنشوف دلوقتي، هنشوف النتيجه تكون ايه. برضه الناس الماضي برضه نازلة رمادي. طيب ستوب، غريب جدا موضوع الماتيريال دي، مش باين لها أي موضوع، إيه بقى مشكلتها؟ طب نجرب الماتيريال من هنا، من القطارة دي، من على الماتيريال دي، نفس الماتيريال بالظبط، نفس الشيء. نفس الشيء. طيب ثانية واحدة بقى كده، نعمل حركة كده بسيطة، ناخد الأرضية بتاعتنا دي، نشتغل الأرض، بس أنا الأرض فقط لا غير، نغير الماتيريال، ناخد بلوك آخر. ماشي، هنشوف ده بس هشوف اللي المشكلة فيها إيه. ده كده أعمل له كده إيه، ده البلوك بتاعي ماشي حلو قوي، ونقول له بعد كده اعمل لي ايه يو في دبليو ماب، ننزل لي على بوكس. اوكي تمام، ونديله نفس الايه الماتيريال دي كده. هنشوف تاني كده محاولة نعملها بسرعة، ممكن نعمل برضه كده نقول له ده كده الرخامة بتاعتي ماشي. طيب اوكي ماشي خلاص كده، ايه الدنيا يعني مش هنعمل فيها حاجة كتير، بس اوكي تمام خليها كده زي ما هي، نشوف كده ايه اللي هيحصل معانا تاني. ساين
اوكي ماشي، عايز ارندر بس على الجزء ده فقط، الارضيه بس يعني، انا هرندر كده الشوط بتاعي فقط ارضيه بس. ما كانش ناخد مكتبه تانية وخلاص لو دي فيها مشكله في الماتيريال دي، بس انا هشوف الارضيه كده بسرعه. طب انا ما اخلص هنبص على مكتبه البورسلين كده، فعمل حاجه هنا برضو ارسلها. فين الأرضية بتاعتنا؟ لا واضح إن في مشكلة في الـ في الـ في الماتيريال دي، لأنه ظاهرة كلها رمادي فمش شايفة أي تقسيمات. طيب عشان ما نتعبش نفسنا نجيب مكتبة كده سريعة، مع عندنا الأرك شيدر، إحنا كنا لسه بنتكلم في الأرك شيدر الإيفل موشن، تعال نجيب أي حاجة مثلا. عندنا بورسلين أهو، مكتبة بورسلين، في ستون، في تايلز. طب تعالى كده نتفرج بسرعة نقول مثلا التايلز فين. نختار اي لون كده بسرعه من المكتبه. ماشي ننزل كده سريعا تحت كده تلاقي بورسلين، اعتقد كان في، احنا كنا بندور في سكينات تقريبا 60، ده بلاستيك، كان في بورسلين هنا، ممكن اختار اي بورسلين مثلا من الحاجات دي كلها. خلاص اللي هو البورسلين مثلا ايه، ناخد انهي لون من الحاجات دي، اللي هو البورسلين 7 مثلا ده الابيض. اوكي ولا ناخد حاجة تانية؟ في البورسلين 15، في 7 وفي 15. ماشي في عندي برضو حاجة تانية، ده التايلينج، هو في حاجات زي سيراميك اهي، ارضيات زي ما انتم شايفين كده متقسمة اللي هو التايلز. تعال اختار مثلا حاجة كده سريعة متقسمة كده بسرعة، هنجرب بس اي حاجة كده النتيجة هتبقى عاملة ازاي. اعتقد ممكن اللي فيه ذهبي ده كويس او ده تمام، او نختار حاجة تانية. طيب خلينا في البورسلين كده بسرعة نشوف اي حاجة من فوق، او التايلنج اللي احنا قلناها، في عندك تايل اللي هو ده اللي هو 29 و30. حلو قوي، تعال بقى ناخد المكتبة بتاعته اللي هم دول اهم موجودين. خلاص ادي مجموعه المكتبات، البورسلين وادي التايل اهم، وناخد المابس بتاعتهم ماشي، وناخدهم كده كوبي وننزلهم فين، في المشروع بتاعنا يا باشمهندسين تمام. سيبك بقى من ايه، من اخينا ده اللي عنده مشكله، خلاص نحطهم هنا. ده التاني كده كنترول بي، ادي بينقل طبعا معايا المكتبه والحاجه كلها. كانت في دماغي حاجه كده بسرعه عايز اشوفها، يمكن تكون هي دي المشكله. رغم ان هو شايف كل حاجه يعني، بس احنا برضو ايه بنشوف، يمكن في منه عنده مشكله في مكان الماتيريال. يمكن على واسع على ما ينقل بيت الحاجه. شوف كده بسرعه تاني، عايز بس الجزء اللي تحت ده، يمكن يكون الماتيريال مش شايفها. دي اخر محاوله هعملها له، بعد كده هنزل الماتيريال من عندي من المكتبه على طول جاهزه مباشره. تمام، وان شاء الله زي ما قلت لكم هرفع لكم اللينكات بتاعت الماتيريال برضه، تقريبا نفس الموضوع يعني مفيش جديد. لا يبقى في حاجه في المشكله في الماتيريال دي. طيب خلينا من الجزء ده، خلينا بقى نضيف الماتيريال بتاعتنا زي ما احنا عايزين. طب احنا كده ضفنا الماتيريال عندنا اهي كده، في كذا ماتيريال قلنا، في عندنا اللي هو مكتبه الماتيريالات بتاعتنا. راحت فين راحت فين راحت فين؟ بسم الله في المكتب شغال اهو، ادي الجري تايلز تمام. حلو قوي، نيجي هنا بقى كده في الماتيريال بتاعتنا تمام، ونقول له بعد اذن حضرتك لو سمحت عايزين نضيف ايه ماتيريال من عندنا، او نفتح مكتبه من المكتبات الموجوده عندنا. طب ايه المكتبات الموجوده عندنا بقى كده، امسح بقى خلاص كده وقول له تعمل لي كده ايه، اوبن ماتيريال لايبرري، افتح لي المكتبه واقول لك انا عندي المكتبات الموجوده. ده مكتبات بقى الفي ري بتاعتي خلاص اللي انا ببقى منزلها من الانترنت، واخش على الموديل فين المكتبات، انزل كده اهو ادي مكتبتين التايلز والايه البورسلين. هناخد البورسلين مثلا اقول له ايه اوبن، هضيف لك كل البورسلين اهو زي ما انت شايف كده، اختار البورسلين للدرجه اللي تعجبك ماشي. احنا قلنا مثلا في بورسلين الابيض ده، لو جيت عليه كده اهو
ادي الشكل بتاعه خلاص بلمعته بحاجته، وفي بورسلين تاني اللي هو ده، ادي الشكل تاني. تحب ناخد انهي شكل من دول سريعا كده؟ في الوان تانية بقى تانية موجودة، لو انت عايز في مثلا بورسلين اعتقد في اسود اهو، لو انت عايز تخلي الارضية مثلا بلاك او جراي خلاص اهي، وفي لون تاني برضه اهو اعتقد ده البلاك يعني تقريبا، ماشي اهو ده كده وده كده. الاولاني خالص ده ماشي خلاص، يبقى نجي بقى كده اقول له بعد اذنك عايزين الارضيه دي، ولو سمحت عايزين نضيف لها الايه البورسلين اللي هو ده اساين تو ايه سيلكشن. تمام كده يا باشمهندسين؟ اوكي تمام اوكي ماشي خلاص، يبقى احنا ضفنا ايه البورسلين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط باذن الله. طيب تعال بقى كده نشوف الريندر بتاعنا ونتفرج كده بسرعه على معاينه سريعه، نشوف البورسلين نزل ولا لا. تمام المكتبه اللي عندنا ان شاء الله تلاقي مظبوطه نزلت على طول، هي المشكله في المكتبه اللي احنا جايبينها دي فيها مشكله، عايز تراجع الاعدادات بتاعتها كميه الشجره اللي انتم شايفينها دي موضوع صعب قوي. ده ايه بقى نفس القصه دي بقى ليه كده؟ برضه نفس الموضوع. لا يبقى المشكله عندنا احنا مش في الخامه دي، المشكله عندنا احنا. ايه بقى المشكله عندنا احنا؟ ايه المشكله اللي هي عندنا احنا؟ طب انا ممكن نعمل حاجه كده سريعه، ما احنا عاملين يو في دبليو ماب اهو، احنا حاطين يو في دبليو ماب، مش حارمينه من حاجه يعني، حاطين يو في دبليو ماب اهو خلاص محطوط عندنا خلاص اوكي تمام. طيب هنعمل حركه لذيذه كده بسرعه، عشان ممكن يكون في عندي انا مشكله في الجزئيه دي كده، بس هنشوف كده هنشوف لها حل كده بسرعه. تمام ماشي الجزء ده كله كده، ونطلع هنا في الموديفاير تمام الحمد لله، يعني ايه ما بنغلبش بنلاقي عندنا حلول باذن الله. تمام اوكي خلاص. نقفل بقى عندنا ايه الفلور السيلينج دي خلاص نقفلها، هنشوف المشكله بتاعتنا عامله ازاي، فين السيلينج او الفلور، فين اهي. خلي الارضيه دي كده عندي، هي دي اللي انا عايزها دلوقتي مؤقتا، هي دي الارضيه، وانزل لها الماتيريال اللي احنا قلنا عليها ونشوف باليو في دبليو ماب هتعمل معانا ايه اساين سيلكشن. تمام ونعمل ريندر كده تاني سريعا. هتنشر دي في دبليو ماب صح؟ لا ما هتنشر دي في دبليو ماب خلاص، وخليني كده ماشي اوكي. ماشي نرندر كده تاني. انت قاصد بقى ده في حاجة هنا عندنا مش مظبوط، في حاجة عندي في الجزئية اللي تحت دي مش مظبوطة. طيب ثانية كده بسرعة، فين كان السيلينج بتاعنا دي؟ ايوه هي دي كده انت بتقولي. ماشي هنحاول اظبط حاجة كده سريعا برضو محاولة. لا الماتيريال اعتقد ان الماتيريال هتشتغل ما فيهاش مشكلة، يعني لو اديته اي لون هيشتغل، ده اي لون عندي هيشتغل، انا عايز اعرف ايه المشكلة اللي عندي هنا تحديدا يعني. تمام انا عايز اعرف ايه المشكلة عندي هنا، ليه ده مش عايز يشتغل كده؟ ماشي لو خدت ده كده ماشي اوكي ده واحد. طيب ماشي حلو قوي جميل جدا. ممكن باشمهندس صحيح ممكن يكون ريال وورلد سايز تمام، ممكن ده اللي يكون فيه مشكلة عندي صحيح. طب نبص عليها كده، بس لو هي تانية الريال وورلد ممكن تكون دي فعلا احنا ناسيينها صحيح، بس لو هي هناك مظبوطة على كده ريال وورلد هنشوف دلوقتي
هتبان معايا لو انا مظبوط على كده او لا. لا برضه لا، في هنا حاجه مش مظبوطه، مش مظبوط عليا الورلد سايز. لا تمام. طيب انا هظبط كده حاجه بسرعه بسرعه في الماتيريال. تمام، خدها فين 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 فين. بسم الله، كويس قوي، ماشي. طيب تعالى، فين كانت الماتيريال بتاعتنا الاولانيه الضخمه قوي دي؟ ايوه، هنجيب دي هنا، نقربها من التانية كتير كده شوية عشان تبقى بعيدة قوي. كويس قوي كده، هشوف دنيتها فيها ايه. هنقول له هات بس اتنين فقط. تمام، واخد دي في الأولانية اللي هي واحد بس كده. تمام، طيب هنجرب كده تاني ده، ونقول له اعمل لي ده كده لو سمحت. assign to selection. تمام، ونيجي على دي كده، هل فيها اي حاجة؟ طيب لو جينا على دي كده، انا مش عايز اقعد اراجع كل الحاجات دي كلها اشوف ايه مشكلتها. يو في واحد لواحد، اوكي ماشي، مفيش ريال وورلد يا باشمهندسة اهو. تمام، باشمهندسة سمية، مفيش ريال وورلد، مش محددها، خلاص ماكس شانل 1، كل حاجه تمام. طب اقعد اراجع بقى كل القصه بتاعته دي كلها. تمام، اقعد اراجعها كده، مفيش كل الكلام ده كله، مفيش منه الكلام ده خالص. يبقى اليوز ريل وورلد ده لا، مساحته مظبوطه خلاص، بوكس او بلانر مش هتفرق معانا، كله تمام مظبوط، ماكس شانل 1 خلاص، كل حاجه تمام المفروض عندي كده، كل حاجه مظبوطه. ايه مشكلتها بقى؟ ده اللي احنا مش قادرين نفهمه منه، ايه مشكلته بالظبط. طيب المهم، هنشوف بقى، هنشوف انا مشكله الماتيريال دي ايه. انا بس عايز اعمل ريندر كده سريعا، ونخش في بقيه الحاجات التانيه زي الستاير، عايزين نغير الخامه بتاعتها، ونشوف الفرش بتاعنا دنيته هتبقى ماشيه ازاي. فعايز اظهر دلوقتي الركنه بتاعتي. الركنه كان شكلها عامل ازاي؟ حد فاكر شكلها؟ اعتقد كانت معانا هنا، مستخدمينها من هنا تقريبا. هي دي الديننج اللي احنا خدناها صح؟ اعتقد هي دي. هي دي صح؟ هي دي السفرة اللي احنا خدناها صحيح كده؟ طيب وهنا طبعا الماتيريال بتاعتها كل حاجتها اوكي ماشي كويس قوي. في عندنا ايه برضو تاني؟ الركنة فين بتاعتنا اللي احنا خدناها؟ حد فاكر الركنة فين يا باشمهندسين؟ الركنة 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 فين؟ بسم الله بسم الله، فين الركنة فين الركنة فين الركنة؟ لا مش هنا، فين 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 فين؟ كان في موديل طيب هنا. الركنة 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 بسم الله، بص على الركنة شوف لونها بس كان ايه، حد فاكرها ولا نسيتوها؟ اعتقد انها كانت ركنة كاملة تقريبا صح، بروجكت كان كامل. مش هنا اعتقد، مش هنا، يبقى كان عندي في البلوكات اللي عندي انا بتاعتي انا الشخصيه. طيب نخش هنا كده على البلوكات بتاعتنا، بسم الله الماكس، وكان في عندنا اللي هي الموديل هنا، وعندنا بسم الله كانت الموديل. ايوه شوف الركنه بتاعتنا فين، اعتقد كانت تحت خالص كده، ولا كانت صورتها فين؟ بسم الله كانت برضو ركنة كاملة. اهي مش دي كده؟ اعتقد هي دي، اعتقد هي دي. هي دي. لا ما كانش لونها، ده لون غامق على فكرة، هي لونها غامق، فاعتقد ان لو اللون فاتح اعتقد هتبقى الدنيا مظبوطه يعني. تمام، يعني هي طلع لونها غامق، ماشي اوكي خلاص. ناخد ده بقى كده نقلهم برضو عندنا في الفايل بتاع المشروع. نيجي هنا على البروجكت بتاعنا بيم اريبيا،
والبروجكت اهو، ونحط الايه الركنه بتاعتنا هنا كده بيست. خلاص يبقى كده ايه، ادي الايه الجزء بتاعنا كله تمام، عندنا الصوفة، عندنا كل حاجه بتاعتنا كده، شفنا لونها وعرفنا الجزء بتاعها ده عامل ازاي. طيب تعال بقى نبتدي ايه، ده بيعمل ايه ده، كل ده واقف ليه؟ ربنا يستر، عشان الملف ما واضح ان في مشكله في البلوكات والملف نفسه، فربنا يستر ما يحصلش معانا مشكله فيه. اعتقد احنا سيبنا اخر مره، ربنا يستر ملف ما يحصلش فيه مشكله. واضح ان في مشكله، كان المفروض يتقفل بصراحه الملف يتفتح تاني، لان واضح ان القصه كلها من ده كله هي في مشكله في البرنامج، هتعمل له زي ريستارت كده يبتدي يظبط معانا. وبالتالي لو عملت له قفلت كده البرنامج وفتحته تاني، بالتالي هيظبط كل الماتيريال والحاجات اللي احنا عملناها. خليك معانا لحظه واحده. شكلها كده يا باشمهندسين، ربنا يستر ما يكونش البرنامج حصل فيه مشكلة. طب نقفل الماتيريال، نحاول نقفل أي حاجة، الماكس برضو نفس المشكلة. فعلا في مشكلة في البرنامج، ده اللي كانت عاملة القلق ده كله. معلش عفوا، واضح إن كان البرنامج مهيس شوية. لو غيرت لون الكنبة هل ده هيأثر على الماتيريال بتاعتها؟ لا يا باشمهندس مش هيأثر ولا حاجة. طيب نشوف بقى، عشان كده واضح ان انا كان الماكس هو اللي كان فيه مشكله، بالتالي المنظرنا هيظهر الموضوع. بس ربنا يستر ما يكون شغلك اللي حملناه كله يكون راح في الارض يعني. خير يا باشمهندس بكر، بيحصل معاك، ما هو ده الماكس، هي دي مشاكله. هتيجي في الاخر كده تلاقي الجهاز ايه، او تلاقي البرنامج ايه، بيجي في الاخر بقى ايه، لازم يطلع عينك شويه، يقول لك تعالى بقى احنا شغالين كويس قوي طول الفتره دي، انا ما نجيش نرخم ليه؟ تمام. فالراجل طبعا بيبقى ما شاء الله يعني بيستصدنا في الاخر شويه. لا ده عادي طبعا، ده بتحصل معانا في اضيق الاوقات واضيق الظروف يعني. بقى انت خلاص هتسلم وخلاص قدامك ساعتين ثلاثه، او انت الصبح عايز الشغل ده، وفجاه تلاقي الجهاز قفش مره واحده عادي يعني. وبعد ما يروح وقت التسليم تشتغل لوحده لوحده من غير اي حاجه. فده شيء حاجات يعني بتحصل يعني، الحمد لله. بس انا بصراحه بقى لي فتره كبيره ما حصلش معايا الموضوع ده، يمكن الجهاز بقاله كام سنتين او 3 سنين تقريبا نفس النسخه ما غيرتوش يعني. فممكن يكون خلاص بقى راجل جه على اخره وقال لي كده كفايه قوي انا تعبت. تمام بسم الله، فتح اهو. طب ها فين الفايل بتاعنا؟ تمام يا باشمهندس محمد، اقول لك عيني وصابته. ماشي يا هندسه، اوعى تكون انت، اوعى تكون انت اللي بصيت لنا في المشروع. ماشي يا هندسه، مصدقك مصدقك من غير حلفان. بسم الله، انت تقول لي يا باشمهندس محمد ده احنا عشره، اقول ايه بس، شهور وايام واسابيع وسنين كمان. تمام، هنا بقى كمية حاجات كلها ما علينا مش مشكلة. الله يعزك يا رب، اللهم امين يا رب هندسة. يلا يا سيد برنامج، طيب دي كانت الركنة اوكي شفت بقى الاسامي، الحاجات الغريبة اللي بتظهر دي بتبوظ لنا الدنيا شوية. تمام، الاسامي الصيني والكلام ده كله، فالحاجات دي طبعا بتعمل معانا مشاكل في الريندر. تمام، الاسامي الصيني والحاجات الغريبة دي، تمام، هو بيدور عليها ومش شايفها ومش قاريها،
فدي اللي يمكن عامله مشكله في الشوط، بلس ان اسم الركن نفسه كمان بالصيني، فما شاء الله يعني. طيب نبتدي ننزل بقى الركنه هنا. طب اشوف الارضيه كده ولا بلاش بقى، سيبك من الارضيه دلوقتي، ننزل الركنه بتاعتنا. فين الركنه؟ تمام، بسم الله، هي دي الركنه صح، نزيلها كلها لحد فين؟ بسم الله، كل ده يظهر. الركنه كده ظهرت ولا لسه؟ لسه في حاجات فيها كتير او ما ظهرتش؟ ايه كل الحاجات دي؟ احنا لو نزل كل ده ما شاء الله تبارك الله، كل ده ماشي اوكي كده. الركنه اعتقد ظهرت كلها تمام. ونتشك عليها، اعتقد انها ان شاء الله تبقى مظبوطه ما فيهاش مشكله. ونبتدي كده نعمل تيست ريندر سريع ونبص عليها مع الشكل العام. طبعا الوقت طبعا مش هيسعفنا ان احنا نعمل تيست ريندر، بس هنحاول كده بسرعه تمام. نبص بصه سريعه في دقائق معدوده. بعد كده فاضل لنا ايه؟ عايزين نعمل ايه في الماتيريال تاني؟ فكروني كده لو عايز حد يعمل حاجه في الماتيريال تاني. كنا عايزين نعمل ايه تاني في الماتيريال؟ كنا عايزين ايه؟ نغير لون الستاير؟ نغير لون الستاير؟ ها؟ ولا كنا محتاجين ايه تاني؟ تمام، ايه تاني ناقص في الماتيريال كنا عايزين نعمله؟ احنا كده ضفنا الحيطان وعملنا السقف تمام والارضيات. طبعا نشوف بقى مشكله الارضيات دي ايه، بس اعتقد ان هي كانت مشكله في البرنامج نفسه. التلفزيون حاضر، نعمل التلفزيون بالماتيريال بتاعته، حاضر. تمام، هنبص كده على الريندر بس، تغيير لون الركنه. هي نفس موضوع الستاره باشمهندس محمد صالح. تمام، نفس تغيير الستاير هيبقى هو نفس تغيير لون الركنه، يعني نفس الايه؟ الفكره. تمام؟ اوكي، ماشي. الارضيات حاضر، احنا في الارضيات حاضر، ايه هنشوف بس مشكلتها ايه. تمام، يبدا بس كده. ١٩٢٠ يا تمام، ده قديم قوي. باشمهندس صلاح بيسالني جهازي الجديد. طبعا الجهاز الجديد عشان اشرح لك موضوع كبير قوي يعني، عشان كده ده يمكن حتى يمكن في الباشمهندسين اللي كانوا معايا في الكورس بتاع الماكس، اول محاضره دي احنا كنا بنشرح ايه هي مواصفات الجهاز الجديد يعني، او الجهاز المطلوب تمام. فدايما بننصح عموما يعني باجهزه الورك ستيشن تمام، الورك ستيشن او الجيمنج يعني، اي حاجه ورك ستيشن او جيمنج. بس طبعا مش هجيب حاجه من 100 سنه على راي باشمهندس محمد ولا من 1920 تمام. ولازم ابص على امكانيات البروسيسور، كارت شاشه، والرامات، الثلاث حاجات دول، وطبعا هارد الاس اس دي. فالبروسيسور لازم يكون عندي بروسيسور قوي ويكون الكورز بتاعته كويسه تمام. الرامات طبعا المفروض ما تقلش عن 16 اوكي. عايز مثلا كارت الشاشه، المفروض في شغلنا احنا شغل والهارد يكون اس اس دي. اس اس دي هيبتدي يفرق معانا برضو في الشغل بتاعنا. ده كده في عجاله بسرعه باشمهندس صلاح المكونات اللي احنا بنحتاجها في الجهاز تمام. يبقى تاني احنا عايزين ورك ستيشن او جهاز الجيمنج، يعني هتجيب لاب، هتجيب جهاز عادي. طبعا انا بميل للجهاز العادي بصراحه، ما بميلش لللاب قوي، الا بقى لو انت مضطر محتاجه بتتحرك بكتير. خلاص باشمهندس باكر بيقول لك هواوي، هواوي ده موبايل يا باشمهندس. هواوي ده موبايل. يعني علاء الدين ما شاء الله داخل بثلاث اجهزه، مش عارف ازاي. ماشي بص انا ما عنديش فكره عنه، بس انت ممكن تبعت لي مواصفاته ابص عليه يا باشمهندس. وريهوني تبقى اشوفه. لا الماك لا 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 الماك لا الماك لا ما بيشتغلش معانا اصلا. الماك جهاز جرافيك يعني، يشتغل فوتوشوب، الاستريتور، ان ديزاين. في الماكس لا، اصلا ما فيش نسخه ماكس اصلا. الماك يعني الابل ماكنتوش، اجهزه الابل او السيستم بتاع الابل، ما فيش نسخه ماكس لي خلاص. فالماك لا يعني، عن نصيحه عن تجربه
هواوي ماك لا ما اعرفوش بصراحه، اول مره اسمع عنه. فلو حد عنده مواصفات او كده يبعتها لي على الجروب او يبعتها لي على الواتس ابص عليه. تمام، فبص عليه. حاضر. لا بصراحه جديد لسه، ما يعني انا بقول لك لسه اول مره اسمع عنه. فلو في حاجه ابعت لي، وانا يا ريت لو بعتوا لي مواصفات ابص عليه. تمام، لو في مواصفات او حاجه معينه وهعمل سيرش عنه برضه هواوي ماك ابص عليه، ولو في حاجه يا ريت تبعتوها لي. اعتقد ان اللون ده غامق مع فاتح، احنا غيرنا الالوان تاني تقريبا، انا غيرنا من الفاتح مع الغامق. تمام، اعتقد ان الفاتح مع الغامق مع لون الركنه دي اللي احنا شايفينها اعتقد هيبقى مناسب اكتر، لان الركنه واضح انها غامقه والستاره ماشيه معاها كويس. تمام، فاعتقد ان الدنيا مظبوطه بقدر الامكان. واعتقد ان احنا كده، خد بالكم احنا بنعمل ريندر شبه نهائي. تمام، محتاج شويه زياده بسيطه قوي، فاعتقد ان التايم بتاعنا كويس جدا والريندر بتاعه مش وحش، او وقت الريندر بتاعه مش وحش. خليكم معايا لحظه واحده على ما يخلص الريندر بتاعه. يعني اعتقد لسه برضه الارضيه ما ظهرتش، تمام فيها مشكله، هنحاول اشوف موضوع الارضيه ده بقى وابعت لكم الحاجه. لكن اعتقد ان الشوت بشكل عام مش بطال، فاضل بس الارضيه تتعمل ان شاء الله، ونقدر ناخد شوت ريندر نهائي ونحط شاشه التلفزيون هنا. يعني كل حاجه تمام مظبوطه اهي، الركنه كلها بالاضاءه كل حاجه تمام. عايز بس تبتدي تظهر شويه كده كمان، ونبتدي نوقف الريندر ونبتدي نكمل الجزئيه بتاعت التلفزيون وتغيير لون الستاره. باشمهندس بيقول الركنه نازله بكل ما فيها، ما تحتاج تعديل. لا، ما احنا الركنه ممكن نشيل اللي احنا عايزينه. ما احنا يا جماعه خدوا بالكم الركنه كان فيها مكتبه وكان فيها جزء مودرن احنا شلناه. باشمهندس صالح لو انت تابعت الجزء الفيديو اللي احنا شلنا منه حاجات كتير جدا. الماتيريال تتغير برضو، ممكن نغير ماتيريال زي ما احنا عايزين، ما عنديش مشكله. واحنا هنعمل دلوقتي نغير لون الستاره، رغم ان هي الستاره وراها مناسبه. يعني انا شايف ان الستاره ورا الركنه ماشيه تقريبا مع اللون. تمام، فاعتقد انها مناسبه يعني. تمام، فكده احنا اعتقد ان الفرش الركنه تمام، بس حاسس ان الكنبه صغيره قوي، بالتالي محتاجه تكبر شويه، محتاجه تتسكل سنه. هي ماشيه ستاره مع ولا كده الركنه كويسه؟ بالتالي الركنه عايزه تتسكل لفوق شويه، يكبر الظهر ده كده شويه تقريبا يعني. الكرسي ده عايز يكبر برضه شويه، يتسكل شويه. تمام، هي الستاره ورا خلاص ماشيه مع الركنه، بس اللون بقى عايز الخلفيه الفاتحه بقى. يعني احنا هنا بقى في الجزء ده باشمهندسه ايمان والباشمهندسات اللي معانا محتاجين الحيطه تبقى ايه، الفاتحه والبنوهات اللي غامقه. تمام، لان هنا الركنه غامقه جدا. تمام، فمحتاجين ان احنا نفتح الخلفيه. تمام كده، يبقى احنا كده نمشي على اللون الفاتح هنا، لان بص الارضيه هنا الفاتحه تمام ماشيه مع اللون هنا كويس قوي. فلو الحيطه هي اللي واخده اللون الفاتح اعتقد هتبقى كده كويس قوي بالظبط، عشان ما يبقاش الشوت مقافل قوي كده، ما يبقاش مظلم قوي كده. اعتقد كده الدنيا بتاعتنا كلها ماشي يا باشمهندس صبك، انا صح ماشي بصوت حسن شحاته. اوكي حاضر، اعتقد كده الدنيا مظبوطه، مش شرط ان احنا نكمل بقيه الريندر بقى خلاص. يبقى احنا كده شفنا الدنيا عندنا ماشيه ازاي. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا ابتدي اظبط الجزء بقى بتاع تغيير الماتيريال بتاعتي. طب انا لو خدت ستاره مثلا من الستاير دي كده على فرض على سبيل المثال، وعايز اغير اللون بتاعها، خد بالك ان الستاره اصلا لو انت خدت بالك منها هي نازله بكذا لون. يعني الستاره اعتقد كانت الستاره هنا فين؟ بسم الله، كنا شغالين عليها هنا، اعتقد الستاره كانت هنا بسم الله اهي صح، اللي هي 289 دي، هتلاقيها فوق 289. فين 289 دي؟ بسم الله اهي. خد بالك الستاره دي هو اوريدي الراجل مديها لك بكذا لون، شايف الالوان بتاعتها؟ يعني هنا الالوان اهي، مديك الستاره بكذا لون، في اللون اللي هو الرمادي، في اللايت جراي، في الاخضر، وفي الموف. في عندك ثلاث الوان اهم جاهزين، ومديك الماتيريال بتاعته التكستشر بتاعته. غير سعادتك باللون اللي انت عايزه زي ما انت عايز. يعني مثلا انا عايز الخلفيه بتاعت اللون اللي هو اللون مثلا ده، مثلا يعني بفرض معاك انا عايز اغير للون ده
اللي هو الريكوست ده كده، تمام؟ خلاص، او عايز اخليها بجراي ده مثلا يعني، تمام. هعمل ايه؟ كل اللي هتعمله سعادتك انك تفتح الماتيريال بتاعتك كده، ماتيريال اديتور، وهتاخد لينك للستاره، تيجي في مكان فاضي كده ماشي، وتاخد لينك. طبعا انا ايه، الاماكن كتير قوي هنا. اه شفت بقى هنا الماتيريال، في هنا في مشكله، انا ده كنت بقوله، حاسس ان في مشكله كده عندي. اه الماتيريالات اللي احنا نزلناها كلها اللي فاتت مش موجوده، فده كان في مشكله. كل اللي احنا نزلناه احنا حاول ننزل تاني دلوقتي ماتيريال تاني دلوقتي، لان بص مفيش غير الاربعه بس اللي احنا عملناهم للاول، تمام. فواضح ان انا عندي مشكله، كان مشكله البرنامج كان معلق، واحنا عمالين ننزل ماتيريال ونجرب وهو مش شغال، لان مفيش ولا ماتيريال من اللي احنا نزلناهم موجودين. خلاص، فواضح ان هي دي كانت مشكله عندي هنا. طيب تعالى دلوقتي بقى، عايزين ناخد ايه بالقطاره كده وناخد الماتيريال، اروح منزلها لك، شايفها؟ ادي لون الستاره او ايه ماتيريال الستاره بتاعت حضرتك، خلاص تمام. اوكي، ادي الماتيريال بتاعتك، لو انت كبرت كده واخده لون الايه، البني، تمام. اهو اللون اللي هو ده، اللون البني اللي هو اللون ده اللي هو ده كده اهو، ده اللون البني بتاعك، صح؟ لو انت جيت على اللون ده كده وجيت غيرت صورته من هنا، ادي الصوره بتاعت اللون اهي، شايفها؟ جي بي جي. باجي هنا واغير الصوره بتاعتي، اختار اللون اللي عجبني، اقول لكم مثلا لون التركواز اللي احنا قلنا عليه ده، بص اللون عامل ازاي اهو، واقول له اوبن، تمام. خلاص غيرت الايه، الماتيريال بتاعتي، وغيرت لون الستاره بتاعي كله. واضح الكلام ده ولا ايه تاني؟ طيب تاني، انا قلنا دلوقتي الستاره عندي نازله بكذا لون، صح؟ بكذا ماتيريال اهي، خلاص ادي لون 2 3 4، ادي 4 لون، 5، 5 الوان. انا محتاج اغير لون الستاره بتاعتي، تمام. اعمل كده تاني ديليت، خلاص اجي كده على الستاره او اي جزء، ركنه بقى، ستاره، اي حاجه، واخد القطاره واروح على الستاره، ايه اخد الايه، ها كليك عليه، هتظهر لك الماتيريال بتاعتها، تمام. خلاص ماشي، ادي الماتيريال بتاعتي. باجي على اللون اللي هي الخامه الاصليه بتاعتي اهي، دبل كليك عليها كده بيظهر لي الايه، مكانها فين، بختار مكانها اللي هو كده، واغير اختار اي شكل من الاشكال اللي انا عايزها، ده او ده او ده براحتي، واقول له اوبن. خلاص يبقى كده غيرت الماتيريال بتاعتي اهي، اتغير اللون بتاعي اهو زي ما انت شايفين، في مشكله كده، تمام. نفس الموضوع ده يمشي مع اي حاجه تانية خالص انت عايز تشتغل بيها او تتغير عليها، اوكي تمام كده يا باشمهندسين، اقدر ايه اغير عليها واشتغل زي ما انا عايز. طب الكلام ده كده الدنيا عندي تمام. اه طب ما تيجي نشوف كده، لو انا جيت رندرت على الستاره دي كده، تمام، بسرعه ابص عليها كده سريعا، واخد حته الستاره بس، يعني اخد حته كده من الستاره فقط، مش هاخد كل الشوت، حته من الستاره بس كده اهي، واقول له ريندر كده فرجني، تمام، واتفرج على ريندر الستاره دي هيديني شكلها عامل ازاي، الحاجه عندي عامل ايه، تمام. نكبر كده الزوم شويه عليها اهو، بدات تظهر عندي اهي زي ما انتم شايفين، بدا اللون اهو، تمام كده يا باشمهندسين، بدا اللون يتغير عندي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ودي حتى الاضاءه اللي هي الايه اللي هو كان منزلها، اللي هي المودرن دي نازله معايا، يبقى كده بقى انا عندي الايه اللون على طول، الدنيا عندي بقت مظبوطه. واضح كده يا باشمهندسين؟ يبقى سهل جدا انا اقدر اغير الايه الماتيريال بتاعتي بمنتهى البساطه، زي ما احنا عرفنا كده، باخد بيكنج وابتدي اغير في الماتيريال زي ما انا عايز. اوكي، حد لاقي سؤال كده يا جماعه؟ حد له اي سؤال؟ طيب اخر حاجه عشان نخلصها كده سريعا، لو عايز اعمل تلفزيون بقى، طبعا بلوك موجود، يعني انت عندك بلوك موجود للتلفزيونات، ما عندناش مشكله فيه خالص، اي بلوك تشتغل بيه، تمام. ممكن نعمل كده تلفزيون سريعا، اجي مثلا في اي جنب بالجوانب كده، ما عنديش مشكله، في حاجات هنا ما اعرفش ايه الفواصل، اه دي بتاعت الكاميرات، اوكي. اي جزء من الاجزاء دي كده، تعالى مثلا نسيبهم الطب كده، ما عنديش مشكله خالص، او حتى من الفرونت اهو، اي جزء كده فاضي، وهجيب بوكس عادي جدا، واكتب مساحه التلفزيون اللي انا عايزها او اللي انا محتاجها. خلاص؟ طيب التلفزيون كام في كام؟ طبعا في مقاسات معروف، عشان ما حدش يقول لي بس ان برنامج التلفزيون كده، لا يا باشمهندسين، اقول لك مثلا في عندك ايه؟ والله باشمهندسه بقى في بتاخدي بقى الحاجات دي كلها، يا اما تجيبي لها خامه جاهزه، تمام؟ يا اما بتاخدي الصوره بتاعه الخامه على الفوتوشوب وتغير اللون بتاعها. فهمتني هندسه؟ يعني انت عاوز تغير مثلا عندك الالوان دي متاحه. انا مثلا اي حاجه من دي عايز اغير اللون، باخد اي صوره من دول افتحها على فوتوشوب واغير اللون بتاعها. فهمتني؟ اوكي هندسه باشمهندس سميه، يعني اخد اي صوره من دول كده، اي حاجه من دول من الخامات الاصليه، واغيرها على الفوتوشوب على طول، اغير اللون واسيبها وانزلها عادي خلاص. اوكي؟ العفو يا هندسه. تعالى مثلا كده اقول لك ايه التي في سايز، تي في سايز عشان برضه الناس تبقى عارفه، بالسنتيمتر، تمام. هتلاقي الصور اهي، بص بيقول لك مثلا شاشه 40 بوصه كام في كام،
خلاص، والشاشه 50 والشاشه 55 زي ما انت شايف كده بالظبط، وهتلاقي الصور برضو عشان تبقى انت شغلك واقعي تمام. الناس اللي عايزه تتكلم شغل مظبوط خلاص يبتدي يعرف انا عايز اتكلم او الشاشات بتاعتي مساحتها قد ايه تمام اوكي. فمثلا لو بتكلم في شاشه مثلا ادي مثلا كام، دي كام 32 بوصه، لا خلينا في حاجه اكبر شويه من 32 بوصه، دي 32 مفيش حاجه اكبر شويه، دي 40، دي كام، دي 49 بوصه مثلا. ال 49 بوصه قال لك كف كام كده يا باشمهندس؟ بص كده ها 49 انش، قال لك 108 سنتي، ممكن نفتحها في ايه، في حاجه اكبر كده شويه او نزوم عليها كده سنه، 108 سنتي و 162 سنتي و90 حاجه كده، ممكن تشوف حاجه اوضح شويه يعني، احنا يعني مش عارف وجايين هنا ليه تمام. دي 40 ماشي، اي حاجه من دول طبعا عندي الحاجات دي كلها موجوده، بس انا بعرفك ان انت عايز تجيب المقاسات بتاعتك تقدر تعملها ازاي بالظبط. فادي 40 مثلا قال لك والله ارتفاعها ده مثلا كده كام، 91 سنتي و85 من 100 في 53 سنتي و64 من 100، يعني ممكن ارسمه كده بنفس الابعاد دي كده، اقول لك تعالى يا سيدي لو بتكلم في 40 بوصه تمام خلاص. اللينس بتاعها طبعا متر وشويه، لا هقول لك مثلا ايه 91 احنا بنتكلم بالمتر صح؟ لا بوينت 91 58 ماشي، في كام الارتفاع بتاعه ها بوينت كام 5 3 6 4 تمام، ده الطول والعرض بتاعها ماشي. والعمق بتاعها بقى انت بتدي له عمق، لو سمك الشاشه بيبقى حاجه بسيطه قوي، ممكن مثلا ندي له مثلا عمق قد ايه مثلا ايه 5 ايه ماشي، ممكن اقول له 5 سم ولا حاجه او 3 سم يعني سمك الشاشه بتاعي. فهمنا كده يا باشمهندسين؟ واضح الكلام ده؟ يبقى دي شاشه الايه؟ التلفزيون بتاعنا اللي احنا عايزينه تمام، وممكن نعملها روتيت كده عشان تبقى مظبوطه معانا. اهي دي شاشه التلفزيون بتاعي، حد عنده مشكله في اللي عملناه كده؟ حد عنده مشكله في اللي احنا عملناه كده يا باشمهندسين؟ طيب تعالى بقى نشوف التلفزيون بتاعنا اهو اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين كده بالظبط يا باشمهندسين اهو. ادي التلفزيون بتاعنا. خلاص طبعا ممكن اجيب بلوك، يعني انا ممكن اجيب بلوك جاهز وممكن اشتغل عليه زي ما انتم شايفين كده، ما عندناش مشاكل خالص. اوكي؟ طيب التلفزيون ده هنعمل فيه ايه بقى؟ التلفزيون ده هنحوله لاديتبل بولي. خلاص؟ وبعدين ناخد البوليجونز بتاعته اللي في الوش دي نصغرها شويه. تمام؟ الواجهه بس فقط لا غير، نتاكد ان احنا على الواجهه بس فقط لا غير. طبعا هو رقيق قوي ما اعرفش ليه كده. ماشي. نقول لك اجنور باك فيسنج ونقول له بس انا عايز الايه؟ الواجهه دي فقط. تمام؟ طب الواجهه دي نعمل لها ايه؟ بسم الله نعمل لها كده مثلا سي انست تمام، بسمك صغير قوي نصغرها بس سنه كده يعني حاجه ايه يعني حاجه صغيره قوي طبعا. ايه المسافه؟ نكبر كده شويه، نكبر كده اهو حاجه كده صغيره كده بسيطه، اللي هو البرواز بتاع الايه الشاشه نفسها، وليكن كده مثلا. واقول لك ايه اوكي، وارجع اقول لك اعمل لي ده اكسترود للداخل بماينس ملي او 2 ملي ولا حاجه خلاص اوكي تمام. طبعا الشاشه تقريبا هي صغيره قوي بس ايه يعني ماشي مش مشكله خلاص كده تمام. والجزء اللي احنا اخترناه ده نديله ماتيريال مثلا اي دي 1، والباقي كله ناخد له ايه عندنا كده ده اهو، هي كلها طبعا دخلت في بعضها، الشاشه عشان صغيره قوي تمام، الشاشه كلها دخلت في بعضها تقريبا خلاص عشان حجمها كان صغير جدا. طب معلش عفوا كده نرجع بسرعه كده، خلي السمكها مثلا كبير شويه ولا حاجه تمام قبل ايه عشان ما تتعبناش، لان هي فتحت كلها في بعضها فطبعا الموضوع مش ظريف. ارجع كمان معلش عفوا، هنعمل بقى كده ارسمها تاني معلش عفوا عشان طبعا ايه باظت معانا كده، ما تعبناش معانا قوي كده في القصه دي. نقول له مثلا بوكس كده اهو نفس الابعاد، وادي له مثلا السمك بتاعها مثلا ولا حاجه ايه 5 سم ولا حاجه اعتقد كده يعني، ها مش مشكله هي كبيره قوي بس ايه بوينت مثلا 2.5 سم حلو جدا كده ماشي خلاص اوكي.
يبقى ده اللي دي 2.5 سم كده. اوكي ناخده بقى نتحرك عليه ونسيب جنب الصغير اللي احنا ملوش اي الا 30 لازمه ده، مش احنا بوظنا الدنيا عندنا. تمام ده كده ونعمل له كده ايه اهو زوم عليه هنا كده ونبتدي نشتغل عليه. ده كده اهو ماشي، ونبتدي نعمل الايه الشغل بتاعنا اللي احنا عملناه كده من شويه تاني. بس ايه خلاص احنا ظبطنا دنيتنا وعرفنا احنا شغالين على ايه. هو اجنور باك فيسنج، وخد لي الوش ده كده لوحده. كده الدنيا تبقى مظبوطه معايا شويه خلاص. واقول لك ان ايه الوش ده عايزين نعمل له اوت لاين كده بمساحه معقوله، مش كبيره قوي، اعتقد كده معقول مش وحش خلاص. تمام ونقول له كده اوكي. وبعدين اقول لك ده اكسترود بالماينس لجوه مثلا ساي 2 سنتي ولا حاجه كده، او ايه بلاش سنتي ولا حاجه، ماينس بوينت زيرو واحد سنتي ولا حاجه كده. اعتقد كده ظبطت معايا. بص كده عليها عشان اتاكد ان هي دخلت للايه للداخل فعليا. باجي على الزاويه كده بص ليه مش ظابطه معانا هنا كده. بص طب من الاجنبي التانيه ليه مش شغاله؟ اي واحد من الجنب كده ليه بقى الميول ده؟ ليه الميول ده كنترول زد؟ في حاجه في الرسم غلط، معرفش ليه الميول ده جاي معانا كده، ليه جاي بميول معانا الشطفه دي ليه؟ ماشي اوكي خلينا كده مش مشكله، مش تفرق معانا قوي يعني. بس انا اللي عايز افهم يعني ايه ليه الشطفه دي؟ ليه جت معانا كده؟ ليه الشطفه؟ المفروض ارسم بوكس عادي. ايوه كده. طب كده حلو اهو، كده ظبطت معانا. ابتدي اخد بقى كده تاني اهو الجزء اللي بره ده خلاص، واقول له اعمل لي انست. تمام ايوه كده بالحجم اللي احنا عملناه كام؟ لا خليه بس ايه واحد. تمام اعتقد كده معقول. بقول لك ايه اوكي صح. بعد اعمل له كده ايه اكسترود للداخل بماينس واحد تقريبا كده اهو، دخل كده باين عندي اهي اللي هي بالسنتي اللي دخلت بيه كده. اقول له اوكي تمام كده باشمهندسين خلاص. انا كده عملت الجزء ده، واقول لك كده خلي ده الايه الماتيريال اي دي بتاعي واحد. تمام واعمل لك بقيه الحاجات كلها، هو اللي خلي الماتيريال بتاعها اتنين خلاص. ادي كده التلفزيون بتاعي بمنتهى البساطه والهدوء، مفيش عندي فيه مشكله خالص. عايز احط الماتيريال بتاعته بقى. تمام هنيجي هنا من الماتيريال، التلفزيون حاجه من الاثنين فاكرينها؟ ها؟ باشمهندسين معايا؟ احنا وقتنا طبعا سحب قوي ماشي، الوقت طبعا بالنسبه لنا عدينا الساعه 10 اوكي، فمش عايزين نقفل على الجروب اللي شغال بعد مننا او المواعيد اللي بعد مننا. طيب هنكتفي بكده النهارده خلاص، وان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله هنكمل بقيه الماتيريال اوكي، ولو فضل الوقت هنخش في الفوتوشوب على طول باذن الله. يبقى احنا كده فاضل لنا هنكمل موضوع التلفزيون باذن الله، ونشوف موضوع الارضيه يكون مشكلتها عملت ازاي، او نشوف مشكلتها كانت في ايه بالظبط. هبص على الماتيريال بتاعتها اوكي. اعتقد كده خلاص يبقى كده. وفي لسه عندنا برضو الاضاءه بتاعت السبوتات، ماتيريال سبوت لازم تظهر يعني، عندنا شويه حاجات كده عايزين نظبطها ان شاء الله المحاضره الجايه في الماتيريال باذن الله. اشكركم جدا، واتمنى تكون محاضره النهارده لذيذه، واتمنى يكون في استفاده. حاضر يا باشمهندسه ايمان، حاضر. اداه الريندر عينيا، حاضر. تمام اشكركم جدا واترككم في رعايه الله وامنه، والقاكم على خير باذن الرحمن المحاضره الجايه على خير باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.